القاهرة. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم ويوم جديد وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا بسام. صباح الخير عليك يا هدير وصباح الخير على كل المشاهدين. يعني المنتخب المصري في الحقيقة قدم لنا مباراة امبارح كانت قمة في الجمال، يعني روح قتالية عالية للمنتخب اللي كافح وقدم لنا حاجة نتشرف بيها. شكرا منتخب مصر، شكرا رجالة مصر الأبطال اللي لعبوا بطولة أفريقيا بأداء بيليق باسم مصر الكبير. احنا صحيح خسرنا البطولة لكن كسبنا جيل جديد بيلعب بروح قتالية وعزيمة وإصرار وشخصية لمنتخب مصر، وده أهم حاجة. احنا كنا متخوفين ان منتخب مصر ما كانش باين له ملامح، لكن النهاردة احنا قادرين نقول ان احنا عندنا جيل جديد قادرين نفتخر بيه. فتوح، أبو جبل، زيزو، مرموش، كله احنا اتفاجئنا بيكم كلكم، أداءكم كان مبهر. هارد لك للمنتخب يعني اللي قدم لنا أداء رجولي في بطولة في الحقيقة كانت صعبة جدا. احنا لعبنا 4 ماتشات نهائي في البطولة دي، كوتيفوار، المغرب، الكاميرون، السنغال، وكل ماتش 120 دقيقة، وكل مباراة لعبناها في الحقيقة كانت أصعب من اللي قبلها. ولو هنتكلم عن المباراة الأخيرة والمنتخب اللي لعبنا قدامه المنتخب السنغالي اللي كسب عن استحقاق وجدارة، لكن خلونا نبقى متفقين ان المنتخب ما لعبش مع منتخبات صعبة زي المنتخبات اللي احنا لعبنا معاها، ما عندهمش نفس الإصابات اللي عندنا. ما نقدرش نقول ان هو يعني شايف اللي احنا شفناه حتى من التحكيم، لكن احنا مش هنبرر ومش هنتحجج. الناس لعبت وكسبت ومبروك عليهم، الف مبروك، ومبروك علينا المنتخب. عشان كده بقول شكرا لكل لاعب لابس تيشيرت المنتخب المصري، الكل كان مقاتل في الملعب، الكل كان يستاهل اننا نفتخر ونتشرف باللي قدموه. وطبعا انا مش هنسى ان احنا نشكر شكر كبير قوي للقياده الفنيه وكيروش اللي قدم لنا لعيبه جداد واللي يعني وثق في الخطه بتاعته وما سمعش الانتقادات اللي كانت بتتوجه له. وان شاء الله الجيل ده هيكون ليه تاريخ كبير وهيحقق بطولات كتيره الفتره اللي جايه. وكمان عايزه اشكر الجمهور المصري اللي دعم المنتخب بشكل كبير جدا حتى بعد الخسارة. هاشتاج شكرا منتخب مصر متصدر الترند على تويتر امبارح، فشكرا لكم وخليكم بالروح دي، وخليكم يا جمهور يا مصري بتشجعوا المنتخب بنفس الروح دي، عشان كمان 40 يوم ننتقم بقى وناخد ان شاء الله ونكسب السنغال ونتأهل للمونديال. يهدير صحيح عندنا ماتشين مش سهلين وعندنا يعني روح قتالية عالية، وده شيء مهم جدا جدا شفناها من اللعيبة من رجالة المنتخب المصري لحد آخر دقيقة في المباراة. الناس دي فعلا كان نفسها تفرحنا وده اللي وصل لنا بالفعل، واحنا فرحانين بيكوا وفخورين بيكوا وبالأداء المشرف اللي شفناه. بقالنا 4 ماتشات بنشوف لعيبة يعني بتاكل النجيلة زي ما بيقولوا كده، بتجري في كل حتة في الملعب، مفيش حاجة ما اتعملتش. لعيبة يمكن قبل كأس أمم أفريقيا ما كانش حد حافظ أساميهم، وده الجديد وده المكسب الحقيقي اللي حصل في بطولة أمم أفريقيا المرة دي، إنه بقى فيه شكل وشخصية للمنتخب كنا مفتقدينها وعليه الناس كلها
بتساند المنتخب الوطني بشكل كبير جدا 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 بدون اعتراضات كتيرة زي ما كنا بنشوف في أول البطولة اللي يمكن ما كناش موفقين فيها في الأول، ماتش نيجيريا، بعدها ابتدينا نفوق شوية، ماتش السودان، ماتش غينيا، بعدين شفنا أداء ولا أفضل من كده، شفنا شخصية قوية جدا للمنتخب المصري، الحقيقة أداء بطولي من الجميع، ودموعكم الحقيقة امبارح غالية علينا جدا جدا، الناس كان نفسها في التمنة علشان تكلل المجهود الكبير اللي عملتوه، لانه الحقيقه انتوا جيل يستحق، صلاح وابو جبل وتريزيجيه والنني واحمد حجازي شريف فتوح، ما فيش حد ما عملش اللي عليه، يعني الونش احنا شفنا اداء واصابات والتحامات قويه كانت ثقيله جدا جدا من كل المنتخبات الحقيقه، شفنا تحكيم ما كانش احسن حاجه بالنسبه لنا، ومع ذلك كان في روح قتاليه عاليه جدا جدا لحد اخر دقيقه، الناس دي كانت بتلعب عشان تفرحنا، ابو جبل امبارح هو بياخد يعني احسن مان اوف ذا ماتش، انه يعني مش قادر يتبسط بيها لان هم كان نفسهم انهم فعلا ياخدوا البطوله ويفرحوا كل الشعب المصري، لكن الحقيقه انه امبارح على قد ما زعلنا هي كره مكسب وخساره، لكن احنا اتعودنا من منتخبنا انه نفرح ونتبسط، لكن هي الكره كده، وعلشان كده دايما بنقول يعني هارد لاك، واسمها ضربات الحظ الترجيحيه، فعليه حصل ده، اللعيبه اللي ضيعوا عبد المنعم ده اكتشاف البطوله، ده يعني الدفاع القادم لمصر، ويمكن ما فيش حد امبارح زعلان منه، الراجل شاط شوطه كويسه جدا جت في العارضه مش بتاعتنا، وياما لعيبه كتيره واسامي كبيره جدا وبتضيع، هو يعني ده اراده ربنا، وما اعتقدش انه في حد يقدر انه يتكلم عن اداء افضل من كده، لانه وصلنا لشكل من المنتخب في رضا تام من كل الناس عنه، عندنا افضل، عندنا افضل، القادم افضل باذن الله، والمباراتين اللي عندنا في مارس باذن الله يكونوا افضل، مجهود كبير جدا 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 عملته الفرقه، مجهود يفوق احتمالهم الحقيقه، ما اعتقدش ما فيش فرقه ثانيه لعبت عدد الدقائق اللي احنا لعبناه، احنا بقالنا اربع ماتشات بنواجه فرق قويه جدا جدا بوقت اضافي كل مره، ففعلا انتوا شرف وفخر لينا كلنا. ألف شكر للقائد العملاق صلاح، وألف شكر لأبو جبل، يعني عملت أكتر من اللي عليك، ألف شكر لكل اللعيبة، سولية، تريزيجيه، عبد المنعم، والنني، وفتوح، ويعني زيزو، كل الناس طول المباراة، مرموش، أحمد حجازي، مفيش لاعب نقدر ننساه، اللعيبة حتى اللي على الدكة، لما نشوف إنه مع كل إصابة بتبقى ايدك على قلبك، شناوي مصاب قلقانين، شفنا اداء رجولي من ابو جبل ولا افضل، ابو جبل اتصاب نزل صبحي، فيعني طبعا كل الشكر لكابتن عصام الحضري ولكل يعني القائمين على المنتخب المصري، كابتن وائل جمعه، شكرا كيروش، ما حدش دلوقتي يقدر يتكلم في طريقه لعب كيروش واللي بيحصل، واعتقد انه ادانا بدايل وادانا اسامي ما كانتش موجوده عندنا قبل كده، وده مهم جدا، شكل المنتخب اللي وصلنا له ده حاجه مهمه جدا، والروح اللي كمان الناس بتدعم بيها المنتخب الوطني يا بسنت روح مختلفة، الناس عندها استعداد انها تفضل تدعم بالطريقة دي، لانه شافوا اداء رجولي من اللعيبة يستحق ان احنا نكمل المشوار اللي احنا ابتديناه، وزي ما انت قلتي والناس كلها بتتكلم من امبارح على المباراتين القادمين في شهر مارس مع السنغال، وفعلا انتوا جيل يستحق يكون موجود في كاس العالم، فكل الناس وراكم، كل الناس بتدعمكم، شفنا امبارح المؤتمر الصحفي لوزير الشباب والرياضة وهو بيتكلم معاهم انه محتاجين نركز واللي جاي افضل، انتوا زعلانين لكن كل الناس وراكم، شفنا التويته لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيدعمكم وقد ايه يعني بيكلل مجهودكم بالنجاح، لانه يعني اكيد القياده السياسيه بتاعي تماما انه دي كوره ومكسب وخساره، لكن الفارق هنا هو اداء المنتخب المصري، الاداء الرجولي، واعتقد انه كان من افضل المنتخبات الموجوده في البطوله، واحنا يعني شايفه انه خسرنا بطوله لكن كسبنا جيل جديد مختلف للمنتخب المصري، روح القتالية عالية جدا جدا جدا، ودي حاجة غاية في الأهمية بسنت. ده حقيقي يا هدير، وزي ما انت قلتي يعني ان هم عملوا اللي عليهم وزيادة، ويمكن زي ما انت قلتي وشرحتي ووفيتي في الحقيقة انه يمكن رب ضرة نافعة، يعني ان شاء الله ان شاء الله ده يكون يا هدير حافز لينا ان احنا نكسب ونتأهل للمونديال بإذن الله ونلعب حلوة قوي، وانت قلتي جملة حلوة قوي ان هم اللي طمعونا في ان احنا نكسب، احنا في الحقيقة واحنا داخلين البطولة دي في
الأول ما كناش شايفين أي ملامح، ما كناش عارفين هنوصل لفين، لكن احنا النهاردة المنتخب الوطني طمعنا إن احنا نكسب البطولة وكمان نتأهل أكيد للمونديال، وإحنا بنتمنى لهم كل التوفيق أكيد في اللي جاية هدير. بكل تأكيد يا بسنت، بنصبح على حضراتكم في كل مكان وصباح الخير يا مصر. راجعين أفضل بإذن الله والقادم أفضل إن شاء الله، نشوف مباريتين غاية في الرابعة إن شاء الله الشهر اللي جاي. خلينا دلوقتي ناخد حضراتكم ونروح نصبح على دينا ونسألها على أحوال الطقس ونسألها كمان إزاي تابعت المباراة امبارح. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا هدير. صباح الخير يا بسنت. طبعا النهاردة الجو هيكون حلو إن شاء الله، لكن فعلا احنا كلنا يمكن ما نمناش من امبارح بسبب إن احنا كنا بنتابع الماتش، وكان ماتش يعني فوق روعة فوق العظمة، وزي ما بنقولوا أو زي ما أنتوا قلتوا كمان إن احنا منتخبنا هو فعلا منتخب رجالة، أثبتوا للعالم كله إن احنا قده وقدود بشكل كبير. احنا مش زعلانين ولا انتوا تزعلوا، لان احنا فعلا قدرنا كل الصعوبات اللي واجهتوها خلال الـ طبعا يعني القمه الافريقيه او الدوره الافريقيه دي، لان احنا شفنا صعوبات في على مستوى التنظيم وصعوبات تحكيميه كبيره جدا، كنتوا قدها وقدود. اكتر فريق، يمكن الفريق الوحيد اللي لعب الاكتر اكسترا تايم خلال البطوله كلها، اكتر فريق يمكن يواجه حاجات كتيره قوي، كان عندكم عدد كبير من الاصابات وكنا بنتغلب عليها. احنا فعلا شفنا منتخب رجاله، ومنتخب ده هيطلع محترفين كتيره جدا، لان احنا شفنا ابطال عبد المنعم وفتوح وناس كتيره ومصطفى محمد، لعيبه كتيره طبعا غير صلاح والونش وغيرهم. الونش اللي لعب يمكن شوطين كاملين وهو راسه مفتوحه 10 غرز تقريبا، ده ما فيش حد يقدر عليها او يتحمل الم زي ده، لكن او 7 غرز، لكن هو طبعا يعني قدر بكل شجاعه وبطوله. ابو جبل جاباسكي اللي كلنا فخورين بيه جدا، اللي رايح على انه هو ما فيش اي حاجه بالنسبه له غير انه هو قاعد بديل للشناوي. سبحان الله الشناوي يتم اصابته وكلنا بقى متخوفين، ونقول ابو جبل ما لعبش بطولات كبيره خارج مصر، لكن نرجع ونشوفه بطل، وكلنا بنقول يمكن رجل البطوله دي ورجل المنتخب المصري خلال البطوله دي كان جاباسكي بشكل كبير جدا. بتمنى لهم التوفيق، وبنتمنى طبعا ان هم يكون عندهم نفس الروح القتاليه اللي كانوا بيلعبوا بيها بكل عزيمه وحب باسم مصر، يلعبوها في الماتشين الجايين مع السنغال ونتاهل لكاس العالم باذن الله، لان فعلا منتخبنا منتخب رجاله. خلونا نستعرض مع حضراتكم النهارده جوله سريعا احوال الطقس. النهارده في ارتفاع في درجات الحراره، والطقس هيكون معتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه. في النهارده شبوره مائيه الصبح على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري ومدن القناه. درجه الحراره في القاهره النهارده 20، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 25، واقل درجه حراره هتكون في كاترين 13 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شويه طبعا، لكن حبينا نطمنكم على حاله الجو سريعا. وهرجع مره ثانيه لبسنت وهدير، وبقى لنا فتره طويله درجه الحراره ما وصلتش 20 الصبح، فيعني احنا النهارده الجو هيبقى جميل. حلقه نسائيه والجو لطيف وحاجه يعني هايله. صباح الخير عليك. صباح الخير يا حبيبي. شكرا ليكي يا دينا. شكرا ليك. النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن كالعادة خلونا نبتدي بالأخبار اللي حصلت امبارح واللي أهمها. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التحية والتقدير للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عالم في بطولة كأس الأمم الأفريقية. استقبل سيادة الرئيس جيبوتي أو رئيس جيبوتي في مطار القاهرة، ورئيس الوزراء تابع الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية وآليات تمويلها، وايضا تابع جهود تشجيع ودعم الاستثمارات المحليه والاجنبيه في مصر. وايه تاني هدير؟ معنا فعلا اخبار تانيه يا بسنت على مدار الحلقه. ايضا رئيس الوزراء اللي شدد على سرعه انتهاء تطوير منطقه المتحف الكبير تنفيذا لتكليفات الرئيس، والحكومه اللي نفت توقف محطات الطاقه الشمسيه في مصر تزامنا مع انخفاض درجات الحراره، وايضا خبر عن وكاله فيتش اللي قالت انه مشروعات الطاقه قطاع البتروكيماويات بمصر تعزز رغبتها في أن تصبح مركز إقليمي. وأيضا أخبار وزارة الداخلية اللي أعلنت عن جهودها خلال شهر في مجال الأمن العام، وأخبار تانية كتير هتكون معانا على مدار الحلقة، لكن بدايتها مع بسنت. اتفضلي يا بسنت. شكرا ليك يا هدير. توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل التحية والتقدير للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وقال سيادته عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: لقد أديتم ما عليكم وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال. وأضاف السيد الرئيس: ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز
فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله. أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح في مطار القاهرة رئيس جيبوتي، والنهاردة هيتم عقد مباحثات قمة في قصر الاتحادية لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع امبارح تابع فيه الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية وآليات تمويلها، وأكد رئيس الوزراء على أهمية الجامعات الأهلية كأحد الروافد الجديدة والمتميزة اللي بتتيح فرص الحصول على تعليم عالي بمستوى دولي، وده من خلال شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية. أيضا امبارح الدكتور مصطفى مدبولي تابع أهم ملفات العمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهود تشجيع ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر،
وخلال الاجتماع تم التأكيد على ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية بنسبة 28.2%، وده كان خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022. وكمان هيتم إطلاق تحديث لمنصة خريطة مصر الاستثمارية خلال الأسبوع اللي جاي لإتاحة عدد أكبر من المزايا للمستثمرين. لسه مستمرين في أخبار رئاسة الوزراء. كمان امبارح رئيس الوزراء تابع موقف تنفيذ المتحف المصري الكبير، خاصة فيما يتعلق بالمبنى الخاص لمراكب الشمس والتجهيزات اللي بتتم لعرض القطع الأثرية، ده غير تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف. وقال الدكتور مدبولي أن في تكليفات من السيد الرئيس بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من الأعمال مع الاهتمام بجودة التنفيذ. امبارح كمان في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت أخبار عن أنه محطات الطاقة الشمسية في مصر توقفت عن العمل، وده بسبب انخفاض درجات الحرارة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الكهرباء، واللي بدورها قالت أنه هذا الكلام غير صحيح، ومفيش أي محطة تعطلت عن العمل، بالعكس كل محطات الطاقة الشمسية بتعمل بكامل طاقتها على مدار السنة، لأنه تم بناء المحطات في مواقع بتتميز بقوة السطوع الشمسي طوال أيام السنة. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نشر تقرير وكالة فيتش سولوشنز الخاص بالصادرات المصرية الكيماوية، واللي رصد ارتفاع انتاج قطاع البتروكيماويات في مصر ليصل ل 3,034,000 طن خلال العام المالي 2020 و2021. وكمان حقق القطاع نمو في الإيرادات بنسبة 55%، وقالت الوكالة أن المشروعات اللي تم تنفيذها في قطاع البتروكيماويات هتحول مصر لمركز إقليمي لتجارة النفط والغاز. أما وزارة الداخلية فنشرت فيديو امبارح بيوضح الجهود اللي قامت بيها أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية خلال شهر، والقضايا اللي تم ضبطها في مجال الأمن العام. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 2266 عنصراً إجرامياً والمصرع عنصرين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، سرقة، مخدرات، قتل. وبحوزتهم 1237 قطعة سلاح ناري، من بينها 148 بندقية آلية و183 بندقية خرطوش و43 مسدسا و862 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 240 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4092 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3421 متهما، من بينها 584 بندقية و328 بندقية آلية و212 مسدسا و2968 فرد محل الصنع، وعدد من الطلقات و438 خزينة، إضافة ل 6122 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية غير مرخصة وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع.
وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 43 تشكيلاً عصابياً ضموا 131 متهماً قاموا بارتكاب 292 حادث متنوع. كما تم ضبط 557 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وكشف غموض 259 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 418 متهماً. كما تم إعادة 17 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,188,477 حكماً قضائياً متنوعاً، من بينها 8,428 حكم جناية، من بينها 7 أحكام بالإعدام و498 حكما بالسجن المؤبد، وعدد 670,176 حكما جزئيا، و115,770 حكما مستأنفا، و1,092,983 حكم غرامة، و301,120 حكم مخالفة. ومن الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة، والنهاردة هيبدأ الأوكازيون الشتوي 2022 وهيستمر معانا لمدة شهر، والتخفيضات هتوصل لحد 50%. والأوكازيون مش بس لمحلات بيع الملابس، لا كمان هيكون في محلات الأدوات المنزلية ومحلات بيع الجلود والأحذية والشنط وغيرها من الأنشطة التجارية. النهاردة كمان آخر يوم في فعاليات الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، واللي انطلق يوم 26 يناير اللي فات في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة هيتم إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية المختلفة، والقوافل دي هتكون في محافظات أسوان وأسيوط والوادي الجديد والإسكندرية. النهاردة في محافظة الدقهلية هيتم إيقاد الشعلة الرئيسة بميدان النصب التذكاري أمام مبنى المحافظة إذانا ببدء الاحتفالات الرسمية بالعيد القومي للمحافظة. كل عام ومحافظة الدقهلية وأهل محافظة الدقهلية بكل خير وسلام. مرحب بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا بقى مع الأخبار بتبقى لطيفة وخفيفة اللي بتحصل برا مصر على السوشيال ميديا. خلونا كده نشوف إيه اللي بيحصل. تم تنظيم أول بطولة احترافية بتتذاع على التلفزيون. البطولة دي بقى اسمها إيه؟ حرب المخدات أو البيلو فايت، المعروفة بالبيلو فايت. فعاليات المنافسة دي بتقام في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، بتنظمها مجموعة اسمها دوري قتال الوسائد، وشارك في المسابقة 16 راجل و8 ستات، معظمهم بيلعب الملاكمة. وكمان المسابقة بتخضع لقواعد صارمة بتحكم منافسات اللعبة. ايه التهريج ده؟ احنا بنلعب اللعبة دي بس مش بنلعبها قبل كده مع اخواتي كده في البيت. احنا عندنا الاطفال في مصر كلها بتلعب اللعبة يعني، واحنا بنلعبها مع الاطفال يعني. انا متاكده ان اي اطفال العيله عندنا بمسك المخدة بصراحه وبلعب معاهم اللعبه دي، افضل ارازي فيهم شويه. طيب طبعا كلنا عارفين الباور بانك، وده يعني من الأجهزة المهمة بالنسبة لنا كلنا، وبتخلينا طبعا نشحن تليفوناتنا أول لما يكون ما فيش كهرباء أو أنت موجود برا البيت. علشان كده في مواطن من شرق آسيا ابتكر أضخم باور بانك موجود على الأرض، بيشحن 500 تليفون في وقت واحد وسعته 27 مليون ملي أمبير. استهلاك للطاقة شوية. فكرة ثمنه كام؟ أكيد غالي جدا. طيب نروح دلوقتي لخبر تاني، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور بيقوم فيه بغبغان بسرقة كاميرا من أحد السياح في نيوزيلندا. وزي ما حضراتكم شايفين البغبغان بيقرب من الكاميرا اللي حطها أحد السياح عشان يصور البغبغان لحد ما خطفها وطار بيها. البغبغانات ما بيهزروش برضه. لذيذ قوي، بصي الفيو حلو قوي.
دلوقتي مشاهدينا هنسيب حضراتكم ونروح لفاصل ونرجع من بعده نكمل فقراتنا، خليكم دايما مستنيين. بنصبح على حضراتكم من جديد ولسه مستمرين معاكم في فقراتنا في صباح الخير يا مصر. وخلونا دلوقتي نروح لزميلتنا دينا نعرف بقى منها بالتفصيل اخبار الجو ايه. دينا بشكرك يا بسنت، فعلا تعالوا مع بعض نتعرف على النشرة الجوية بالتفصيل دلوقتي. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل بالنهار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. هيكون دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ومعتدل على شمال الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. النهارده في شبوره مائيه صباحا على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، عشان كده بنطالب من كل قائدي المركبات توخي الحذر خاصه في الساعات الاولى من الصباح. خلونا نستعرض معاكم درجات الحراره المتوقعه النهارده بالتفصيل، وهنبداها طبعا من القاهره والعظمى 20 والصغرى 11، اسكندريه 19 12، مطروح 19 9، سيوه 17 10، بورسعيد 20-10، دمياط 19-10، الإسماعيلية 20-10، السويس 20-10، العريش 18-11، طابة 16-11، كاترين 7-1، شرم الشيخ 23-15، الغردقة 22-14، الفيوم 20-8، بني سويف 20-7، المنيا 20-7، أسيوط 20-7، سوهاج 21-8، قنا 24-8، الأقصر 24-8، أسوان 25-9، الوادي الجديد 21-6، شلاتين 24-12، وأخيرا حلايب 22-13. زي ما قلنا لكم النهارده بدأنا في العشرينات في درجات الحرارة، وده طبعا بالنسبة لنا بعد فترة طويلة من إن درجة الحرارة الصبح كانت بتبقى حتى منخفضة والجو كان برد جدا. إن شاء الله يكون يوم مشمس النهارده ودافئ على كافة الأنحاء. هنرجع مرة تانية لبسانت وهدير عشان نكمل فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا وكل الناس النهارده، إن شاء الله يستمتع بالجو المشمس ده. إن شاء الله. وبما انه النهارده اخر يوم في الدوره ال 53 لمعرض الكتاب، خلونا نروح نتابع الحصاد واهم الفعاليات الثقافيه والفنيه اللي اهتم بيها جمهور المعرض. من اول يوم في اقبال كبير جدا من الجماهير، وصلنا حتى امس يزيد عن 1,350,000 زائر من لمعرض الكتاب من مصريين او ضيوف عرب او اجانب. الجديد هو زيادة الناشرين العرب السنة دي، وصلنا بيزيد عن حوالي 250 ناشر عربي. زيادة الناشرين المصريين بنتكلم يزيد عن 1076 ناشر مصري موجود. أنا شايف إن الدورة السنة دي مميزة جدا، شايف إنه الإقبال الجماهيري عالي قوي. طبعا آخر أيام المعرض كل الناشرين بيقدموا عروض قوية جدا، بتصل نسب التخفيضات ل 50 و60 و70%. ويمكن انا وانا بتابع المعرض في اماكن في بعض دور نشر قافله الممرات خالص عشان العروض اللي عاملينها. معرض السنه دي بيشهد اكتر من 26 اصدار جديد بالنسبه للدار. نتمنى ان الكتب تنول اعجاب القراء. عندنا أهم الكتب السنة دي ويمكن الكتاب البيست سيلر للأستاذ الكبير إبراهيم عبد المجيد، استراحة بين الكتب. عندنا الجزء الثاني من كتاب ونس الكتب للأستاذ محمود عبد الشكور. عندنا كتاب للإعلامي طارق علام. عندنا مجموعة متنوعة، حتى كتب الأطفال عاملين روايات لليافعين لسن لغاية 14 سنة، عاملين تشكيلة كويسة جدا إن شاء الله تنول رضا القراء. والله حضرتك احنا الفرصة بالنسبة لنا ان احنا بنعمل اقصى جهد في نشر عدد من الكتب الثقافية والعلمية، وفي ناس بتقبل على الروايات والادب، وفي عندنا كتب متنوعة جدا. الاقبال بدأ من اول يوم ممتاز جدا، وطوال الاسبوع المعرض زاد جدا من نسبة الحضور، وفي ناس كتير جدا حضرت، والجمعة والسبت كان في اقبال رهيب جدا، وفي نص الاسبوع برضو الناس كانت موجوده كتير جدا.
احنا بنشترك في المعرض من اوله خلاص. احنا بنحتفل السنه دي ب 47 سنه على الدار وب 88 عنوان مطلعينهم جداد، اكتر من نصهم 50 عنوان مترجم عن لغات كتيره. احنا عندنا حوالي 65 دوله بنترجم منها و 208 او 85 عنوان طلعوا مترجمين حتى الان، وده اتجاه الدار حاليا الى جانب كتب الاعلام والسياسه والثقافه العامه اللي احنا مهتمين بيها. دوري هنا خلال الصالة ان انا بوجه الناس بفض التجمعات، ان انا بقدر ان انا اساعدهم يقدروا يوصلوا دور النشر معينة في مكان معين سواء في الصالة هنا او في صالات تانية. احنا بنستقبل الجمهور من اول ما بيجي عند البوابات، في مننا بيمسك جهاز حرارة بنقيس لهم درجات الحرارة، وفي مننا بيعمل لهم سكان للتذاكر اذا كان حاجزين تذاكر اونلاين او معاهم التيكتس. ده بيبقى مهمتنا على البوابة. الماسكات لازم اساسي، من غيرها محدش بيخش. جوه الصالة بنساعد الجمهور ان احنا بنعرفهم دور النشر اللي هم بيدوروا عليها موجودة فين، رقمها فين بالظبط، بنسهل عليهم البحث عن دور النشر، وكمان بنمنع التجمعات علشان طبعا جائحة كورونا وكده، فبنمنع التجمعات وبنحافظ على ان الكل يكون ملتزم بالإجراءات الاحترازية. النهاردة المعرض ده جسر من جسور التواصل الوطني العربي كله والغربي والشرقي، فالنهاردة احنا امام موسوعة فنية رائعة بتضم بين دفتيها وبين دفتي كتابها معالم او كتاب او اقلام حرة جميلة، ما بين القصة الدرامية، ما بين القصص اللي هي المختلفة. بصراحة أنا أول ما جيت على البوابة بره ما رضيش يدخلونا إلا بالتيكت ده، فدي حاجة كويسة إن احنا بيبقى في نظام وفي يعني نظام تنظيم في الدخول على البوابة عشان الإجراءات الاحترازية والكلام ده كله. لا، الدنيا كانت في منتهى السهولة من حيث التنظيم بالنسبة للتذاكر، بالنسبة لتنظيم الدخول، بالنسبة للإجراءات الاحترازية، كلها حاجات على مستوى متميز. المعرض جميل جدا وأنا كل سنة باجي، وهنا الموسيقى جميلة جدا والملاهي والكتب كلها مش بنلاقيها بره، بنلاقيها هنا متوفرة، وهنا أمان والمعرض جميل جدا. أنا شايف من وجهة نظري إن المعرض يعني ان هم مهتمين بالاطفال جدا زياده عن كل سنه. السنه دي شايف عدد كبير جدا من الاطفال، والفرصه الحلوه ان السنه دي المعرض جاي في اجازه نص السنه. حاجه جميله جدا. احنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم ده وعلى الكتب القيمه اللي احنا ثقافيه واجتماعيه ودينيه، كل حاجه موجوده بصراحه، وكل حاجه متوفره، وكل حاجة مسهلة وميسرة جدا. يعني التنظيم على مستوى عالي، المشاركين وتوجيه الضيوف معرض الكتاب كان شيء مميز جدا. الصراع الفني بيعمل نقدر نقول عملية للعقل هدوء، بأن النهاردة أنت ما بين قاعة وقاعة أنك تقدر تشاهد أي عرض فني، فبيعمل معك راحة فنية بحيث أنك أنت بتقدر عندك فترة في اختيار الكتب المناسبة بالنسبة للصراع الثقافي اللي احنا بنعيشه في الوقت الحالي. امبارح كمان أقيمت في القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة اللقاء الفكري مع مفتي الديار المصرية الدكتور محمد شوقي علام، واتكلم فيها عن الهوية المصرية والخطاب الديني الوسطي المستنير. الأزهر الشريف يقوم على ثلاثة أركان. يقوم على فكرة التعددية المذهبية، بأنه لا حرج على الإنسان أن يدرس مالك ولا الشافعي ولا كذا ولا كذا. ثم يقوم على العقيدة الأشعرية وعلى تهذيب النفس وهو المعروف بالتصوف. كل هذه الأركان تمثل الحقيقة الأزهرية. هو لا يرتضي هذا الأمر من التصوف، يعتبره بدعة من البدع، ويرى بأن المذهبية لا هي تقف حجر أو عائق أمام الرجوع إلى الصحابة الكرام وإلى التابعين، إلى الأجيال الثلاثة الأولى،
جيل للرسول الكريم والصحابة والتابعين، ويرى بأن فكرة العقيدة الأشعرية فكرة ضالة، وليه صراحة يقولون بأن هذه الفكرة أو هذه العقيدة عقيدة ضالة، مع أنها هي صمام الأمان للمجتمعات، ويتبعها الآن أكثر من 1 مليار وربما نصف، وأنا أقول بس بعدد أقل بكثير، 1.5 مليار مسلم على مستوى العالم. كيف يرضى الله سبحانه وتعالى بأن يبقي هؤلاء على هذه العقيدة الضالة حتى دون بحث ودون دراسة متأنية؟ يعني أفهم من كلام فضيلتك أن أنت منحاز للمنهج الرشدي. نعم، بكل وعلى فكرة الحكمة ضالة المؤمن. أيضا إحنا خدنا من أقوال ابن تيمية في حتى في التشريعات القانونية، في قانون الأحوال الشخصية، الطلاق الثلاث بلفظ واحد اعتبرناه واحدة أخذا بقوله. نحن منفتحون لكن بعقلية تعالج مشاكلنا، تعالج واقعنا معالجة حقيقية جادة. أما أننا انغلقنا أو أننا انفتحنا انفتاحا كاملا، هذا لم يكن، لم ننغلق وانفتحنا وأقبلنا على الآخر لكن بعقلية رشيدة. فكرة استرداد ويعني إعادة الهوية للنهج الفقهي والفتوي في مصر بعد حالة اختطاف واستلاب واضحة، لكنه يحذر أيضا إذا كان هناك تدين قشري ناجم على فهم قشري ناجم عن تطرف واستخدامات سياسية وإيديولوجية معينة لجماعات بعينها، فهو يحذر أيضا من الغلو في الاتجاه المضاد، لأن حقيقة إذا كانت القاعدة تقول لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة أو مضاد له في الاتجاه، في هذه الحالة تحديدا تنكسر هذه القاعدة، لأن نحن لا نريد على الإطلاق احتراب مجتمعي تكون ضحيته فكرة الاعتدال المصري. يا جماعة الاعتدال المصري ده جاي من مية النيل الرائقة، الاعتدال المصري ده لأن احنا شعب، ما احنا الشعب مالح، احنا شعب عذب، اللي بيجري في دمنا ده مية النيل وهي مياه عذبة. وقانا الله من شر الفتن، ووقانا الله من شر احتجاز النهر، لأننا لا نستطيع أن نعيش من خلال النهر. هي الآية تقول بكمالها وتمامها الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هل الأمر هنا على الوجوب ولا على الاستحباب ولا إيه؟ الأمر على الإباحة، لا نقطة أولى في فهم النص، يعني لا يجب ولا يستحب. طيب، هل الإباحة دي طبقها رسول الله وهو الذي نزل عليه القرآن الكريم؟ لو كان الأمر على الإباحة عايز تطبيق يبقى نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم. تروي الأم المؤمنين عائشة وتقول لم يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، لم يضرب زوجا بمعنى زوجة يعني، ولم يضرب ولدا، ولم يضرب خادما، إلا أن يكون في ميدان الجهاد في سبيل الله، لما يكون في حالة الحرب يكون شجاع ويضرب رقاب الأعداء. حتى إن الصحابة يقولون كان إذا حمي الوطيس، يعني حمي اشتدت الحرب، احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو الهين اللين، شوف الذي يحتمى به في الحرب من الشجاعة الكبيرة التي لا نظير لها، ومع ذلك في بيته وجيرانه ومع إخوانه ومع مجتمعه هين لين، والقرآن الكريم يقول عنه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مشاهدينا الكرام، دلوقتي هنسيب حضراتكم وموجز لأهم وآخر الأخبار مع دينا. اتفضلي يا دينا.
شكرا لك هدير الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة الذي يحل ضيفا عزيزا على بلده الثاني مصر. وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيسين سيعقدان اليوم في قصر الاتحادية مباحثات قمة، وذلك لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والتقدير للاعبي المنتخب على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية. وأكد الرئيس السيسي أن لاعبي المنتخب أدوا ما عليهم وكسبوا احترام الجميع وكانوا على قدر الثقة. وقال الرئيس السيسي للاعبي المنتخب إن الجميع على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال، وإن ما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب، وذلك لمتابعة أهم ملفات العمل بالهيئة وجهود تشجيع ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر. وخلال اللقاء عرض رئيس هيئة الاستثمار عددا من طلبات تنفيذ استثمارات جديدة لشركات أجنبية تتضمن رغبة شركة إسبانية لإقامة مشروع زراعي في مصر على مساحة 3000 فدان. كما استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار تقريرا حول بيانات الاستثمار الأجنبية المباشر خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022 الذي تضمن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية بنسبة 28.2%. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، وأرجع سعيد قراره إلى أن المجلس يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام. وأكد سعيد أن المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية فيه بناء على الولاءات، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء. أعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن بشأن الأزمة الأوكرانية. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الاتصال جزء من مشاورات ماكرون قبل زيارته لموسكو اليوم ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثم توجه الثلاثاء إلى كييف حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وأوضح الإليزي أن ماكرون سيناقش مع بوتين اليوم شروط خفض التصعيد على الحدود مع أوكرانيا. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 3321 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي متعافين من الفيروس إلى 372332 حالة. وأوضحت وزارة الصحة تسجيل 2301 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته، مشيرة إلى وفاة 59 حالة جديدة. أعلن رئيس بلدية أوتاوا جام واتسون حالة الطوارئ اليوم في العاصمة الكندية بسبب احتجاجات لمعارضي القيود الصحية. واعتبر واتسون أن الوضع في العاصمة بات خارجا عن السيطرة، مشيرا إلى أن القرار يعكس الخطر الجسيم والتهديد الذي تتعرض له سلامة السكان وأمنهم جراء الاحتجاجات المستمرة، ويؤكد الحاجة إلى الدعم من السلطات القضائية والهيئات الحكومية الأخرى. وامتدت الاحتجاجات التي بدأت في أوتاوا السبت الماضي إلى مدن كندية رئيسية أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين واصلت عشرات الشاحنات ومتظاهرون شل الحركة في وسط العاصمة. ختام موجز الثامنة، فاصل عود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.
برحب بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين معكم في فقراتنا في صباح الخير يا مصر. في الحقيقة قطاع البتروكيماويات هو محور اهتمام العالم كله حاليا. وكالة فيتش سولوشنز طلعت تقرير مهم جدا عن الصادرات المصرية الكيماوية، ورصدت ارتفاع انتاج قطاع البتروكيماويات في مصر ليصل ل 3.34 مليون طن، وكمان حقق القطاع نمو في الايرادات بنسبة 50%. عشان كده الوكالة قالت ان المشروعات اللي بتتم تنفيذها في القطاع البتروكيماويات في مصر هيحول مصر لمركز اقليمي لتجارة النفط والغاز، ومهم قوي الحتة دي. فخلونا بقى نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. صباح الخير على حضرتك ومنورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مسام، صباح الخير يا هدير، صباح الخير عليكم كلكم. صباح الخير يا فندم. عزيزتي الحبيبه، اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. طبعا الغاز والبترول هو محور اهتمام العالم كله دلوقتي، ومصر عملت تطور كبير في الفتره اللي فاتت. حضرتك شايف ازاي مستقبل البتروكيماويات في مصر، وازاي الدوله مهتمه بالقطاع ده بالذات؟ شوفي، اولا نمره واحد، قطاع البتروكيماويات قطاع قاطر، قاطر يعني يقدر يشد وراه عدد كبير من القطاعات، ده نمره واحد. فده قطاع مهم، مش لان قطاع طاقه فقط، ولا ان احنا عندنا بترول او عندنا غاز فبنصدر فده مصدر العمله الصعبه، لا، لانه بيشغل وراه عدد من الصناعات، مهم جدا بالنسبه للصناعه، مهم جدا بالنسبه لقطاع الطاقه. ويمكن احنا شايفين في الفتره الاخيره النمو او التذبذب في الاسعار النفط على مستوى العالم، والتقارير اللي كل شويه بتطلع، اللي كل يوم بتطلع لما بتتاثر قطاع النفط صعودا او هبوطا، فبالتالي قطاع النفط كمان بيأثر حتى على الاسعار في العالم، وشايفين اسعار البنزين والبترول والمحروقات بترتفع وبتنخفض طبقا للاسعار على مستوى العالم. لكن الحقيقه المهم اللي احنا نشير ليه مش ان احنا عندنا قطاع نفط او قطاع بترول او قطاع طاقه، لا، احنا الحقيقه عدينا في الفتره اللي فاتت، في السبع سنين اللي فاتوا مقارنه بما كنا نشهده في مصر سابقا، ان احنا تحولنا الحقيقه الى زي ما حضرتك قلتي، تحولنا الى مركز انتاج. دول كتيره جدا عندها البتروكيماويات وبتطلع الخام رو او بنسميه يعني خام كماده، لكن النهارده احنا بدانا نحط او نركب عدد من الصناعات على قطاع البترول، واهمها البتروكيماويات اللي بتدخل في كثير من الصناعات. وده اللي خلى يا بسام يمكن عشان اجعل سؤالك ان صادراتنا النهارده ارتفعت بشكل قياسي. لما كنا بنتكلم في الثلاث سنين الماضيه على 23 24 25 مليار حجم الصادرات، النهارده صادراتنا وصلت ل 31. صحيح يا دكتور عمرو، يمكن قطاع البتروكيماويات متصدر في قائمه الصادرات المصريه. عايز اسال حضرتك السؤال اللي يمكن الناس تساله، انا كمواطن مصري ده هيعود عليا بايه؟ أنا زي ما بقول الحقيقة قطاع البتروكيماويات قطاع دينا واحد، عشان المواطن يعرف بيدر دخل وعملة صعبة، فده قطاع مهم، دينا واحد. نمرة اثنين، القطاع ده قاطر، معنى كده إن أنا لو استغليت هذا القطاع في صناعات متعددة زي البتروكيماويات على سبيل الأمثلة، وطبعا إحنا عارفين إن الكيماويات بتدخل في كثير من الصناعات بدءا من الصناعات الغذائية، حتى صناعات التجميل، حتى صناعة المنظفات، حتى السيارات، بتدخل في مكونات كثير من الصناعات، عشان كده بقول ان ده قطاع قاطر. نمره ثلاثه، الحاجه اللي بنسميها الامبورت سبستيوشن، يعني انا النهارده والحقيقه يمكن تقرير فيتش انتوا اتكلمتوا عليه في سولوشنز، ان فيتش من ضمن الاشياء الجميله اللي ذكرتها في التقرير ويمكن ده ما بين السطور، ان النهارده بقى عندنا حاجه اسمها امبورت سبستيوشن، يعني ان احنا بدانا نعوض او كنا بنعتمد على كثير من الواردات من الخارج، أصبحنا اليوم الصناعات المصرية عندها القدرة على الإنتاج، سد العجز محليا والفائض يصدر إلى الخارج، وبالتالي أنا بسد الفجوة، بدل ما أطلع فلوسي بره، بدل ما أطلع فلوسي بره وأستورد من الخارج، لأ، ده أنا بنتج هنا في الداخل وأعمل مشروعات ولادي بيستفيدوا، ولادنا بيستفيدوا، والاقتصاد المصري بيستفيد، وأطلع منتجاتي وأجيب فلوس من بره أو أدخل عملة صعبة إلى داخل الاقتصاد، وده بيعمل نوع من الإنعاش. انعاش، انا بقول تاني انعاش، دي الدوره الاقتصاديه لما يجيلك اموال زي السياحه وزي قناه السويس وزي العاملين في الخارج. فالنهارده الصناعات الكبرى لما تنمو وتصبح صناعات تصديريه وتقدر انها تغزو الاسواق، ده يزيد من قدره الاقتصاد. طب ده ينعكس على المواطن فيه؟ ينعكس على المواطن في قدره الحكومه، يبقى عندي حكومه وعندي اقتصاد اقوى، عندي اقتصاد مدني، عندي اقتصاد عنده صادرات، عندي اقتصاد عنده عمله صعبه.
يخلق مزيد من فرص العمل، يخلي الدولة والحكومة قادرة أكتر على التصدي للأزمات أو اللي بنسميها المصدات الاقتصادية. احنا شفنا في الفترة اللي فاتت الحقيقة الحقيقة إن احنا عندنا عدد كبير جدا من المؤشرات الاقتصادية. عشان أرجع تاني، المواطن يستفيد إيه؟ لما النهاردة احتياطي النقدي الأجنبي يوصل لفوق ال 40 مليار، لما معدل النمو الاقتصادي يوصل لحوالي 5 أو 6 بعد ما كان ذكرنا في 2011 النسب المأساوية اللي احنا عشناها 1.8 من 10، ونوصل إلى 5 و6. صحيح إن مع أزمة كورونا انخفضنا شوية، لكن كنا من الدول ال 18 اللي استطاعت إنها تقدم مصدات، وده تحقق نسبة نمو إيجابي على مستوى العالم. لما نرجع ميزان العجز في الميزان التجاري ونرفع الاحتياطي ونزود الصادرات هنقدر نخفض البطالة. وفعلا يا بسام، يمكن عشان أرجع لسؤالك، البطالة النهاردة والمواطن انخفضت. لو نفتكر وصححيني كانت المعلومة غايبة عني، معدل البطالة أنا فاكر كان في 16 و17 و18 كنت بنتكلم في 10% و12%، النهارده بنتكلم على 6%. إذا خلقنا فرص عمل زودنا العجز الميزانية التجارية انخفض، معدل التضخم اللي كان 33% و35% و40% في 2015 و16 التضخم اللي هي فلوس انخفض ل 4 و5%. فطبعا ده الانعكاسات على الشخص البسيط أو المواطن العادي. طيب دكتور عمرو، احنا النهارده الغاز والبنزين والبترول عامه بتاثر هي سلع عالميه وبتتاثر بالاسعار العالميه. احنا شفنا سعر برميل البترول وصل ل 93.27 دولار، ومتوقع انه يوصل ل 100 دولار في شهر مارس. ازاي احنا في مصر هنا بنتاثر بالاسعار العالميه دي؟ احنا مش بس في مصر بنتاثر بالاسعار العالميه، كل دول العالم بتتاثر بالاسعار العالميه. خلينا اديكي مثال، دول الخليج على سبيل المثال وهي دول بترولية، دول منتجة، أسعار البنزين أو المحروقات، البنزين العادي لما المواطن يدخل يمون في محطة البنزين مثلا في السعودية أو في دولة الإمارات مثلا، ارتفعت في شهر فبراير، وهي دولة بترولية، دولة كبرى، دولة الإمارات، بدي مثال على دول مصدرة. وبنتكلم في دول أوروبا ما فيش أصلا سعر بنزين موحد، أنت ممكن تروح النهاردة تلاقي سعر البنزين بسعر وبكرة بسعر تاني. بالظبط. فالطبيعي جدا ان الاسعار تتذبذب او خلينا نقول تتغير، لكن انا النهارده بكلمك على دول بتنتج، يعني دوله الامارات النهارده بتنتج، لكن الاسعار والنموذج برضه على، يعني مش مهم ان انا اكون بنتج، لكن انا مرتبط عشان ارجع لسؤالك بالاسعار العالميه، الاسعار العالميه بترتفع البنزين هيرتفع عندي، الاسعار العالميه انخفض هيخفض. طيب هل انا عشان ارجع لسؤالك، هل انا افضل في مهاد الريح؟ لا، انا كل ما اكون دوله قويه، كل ما اكون اقتصاد قوي، كل ما يكون عندي مستوى معيشة مرتفع وعندي مرتبات أعلى وعندي قوة اقتصادية حتى بالنسبة للشركات وللمواطن، أقدر إن أنا يعني خلينا أقول بصورة أوضح، أقدر إن أنا يكون عندي قدرة أكبر على عدم الاهتزاز محليا أو على مستوى المواطن من تذبذب الأسعار العالمية. وعلى فكرة تذبذب الأسعار العالمية أو انخفاض أو ارتفاع دي حاجة مش في إيدي ولا في إيد الدولة ولا في إيد الحكومة، ده اقتصاد دولي، اقتصاد عالمي بظروف اقتصادية. تقوم الحرب في أوكرانيا تتلخبط الأسعار، مشكلة في الخليج تتلخبط الأسعار، دول الأوبك تختلف أو تتفق تتلخبط الأسعار. إحنا النهاردة في عالم للأسف في uncertainty أو عدم يعني قدرة على التنبؤ. الحل الوحيد إن إحنا يبقى عندنا قدرة اقتصادية وقوة اقتصادية ومالكين بعض أو كثير من زي ما أمن الأمور في دينا، وده عن طريق الصادرات وعن طريق الإنتاج. وعشان كده السيد الرئيس دايما بيوجه والقطاع الخاص، وأنا فاكر يمكن في المؤتمر الأخير أو في اللقاء الأخير في الصعيد لما كان توجيهه وطلبه للقطاع الخاص إنه يكون شريك أساسي في عملية التنمية، لأن النهارده الدولة بتعمل مشروع قانونية بتتكلف مليارات. إحنا بنتكلم في سينا على 800 مليار على سبيل المثال، أنا لاحظت 800 مليار مش 800 مليون ولا 800 ألف، بنتكلم في 800 مليار مشروعات قومية كبيرة جدا. وعشان كده القطاع الخاص النهارده لما يدخل، والكلام ده كله بنعمله للقطاع الخاص مش بنعمله لينا ولا بنعمله للحكومه، لا الكلام ده كله للقطاع الخاص عشان يدخل، والمستثمرين الاجانب والاستثمار الخارجي المباشر الاي اي علشان ييجوا ويشتغلوا ويقعدوا وينتجوا ويخلقوا فرص عمل. وبالتالي صحيح يا دكتور عمرو، ويمكن مساله دعم الدوله لهذا القطاع والاستثمار في هذا القطاع، مساله رد اعباء المستثمرين اللي كانت حاصله، فتح اسواق جديده، اكيد كانت السبب وراء ارتفاع صادرات هذا القطاع ل 50%. عايزه او انتاجيه هذا القطاع، نسبه النمو اللي حصلت ل 50%، عايزه اسال حضرتك، هل في اسواق جديده عالميا بالنسبه لمصر، اسواق مستهدفه للتصدير؟
يعني طبعا عندنا الاسواق الدول العربيه طبعا الغير بتروليه يعني اسواق مهمه، عندنا الاردن، عندنا العراق، شفنا محادثات السيد الرئيس مؤخرا ورئيس الوزراء في العراق في الاردن. افريقيا طبعا من الدول اللي احنا ليها اسواق تقليديه معانا، لكن انا تاني برجع اقول مش مهم عمليه توفير المحروقات او الطاقه، لا المهم الصناعات اللي قايمه عليها وهي صناعه البتروكيماويات، لان هي دي الصناعات اللي بتقدر تسيطر وبالتالي تجيب قيمه مضافه اعلى. انا مش مهم ان انا اسيطر على الماده الخامه، لكن وده الحقيقه اللي مصر بدات تتبعه كاستراتيجيه التوجه الجديد بذكاء شديد. بالظبط، بذكاء شديد في الفتره الماضيه السيد الرئيس بيوجه او بيدفع هذا الاتجاه، ان انا ما اصدرش المواد الخام بتاعتي، لا بالعكس ان انا اشغل المواد الخام بتاعتي، يعني ان انا اقدر استخدم هذه المواد الخام في ان انا اخلق صناعات، وهذه الصناعات تتحول للسوق المحلي فبالتالي تسد العكس في الولايات، والمرحله الثانيه انها تتحول لصناعات تصديريه. يبقى انا ضربت عصفورين بحجر، اولا صدرت وخلقت عمله صعبه، نمرة اثنين خلقت قيمه مضافه يعني صناعه يعني فرص عمل شبابنا وولادنا، وده اللي احنا عايزينه عشان نقدر نخفض قيمه البطاله، وعشان نبقى زي ما حضرتك قلتي الاسعار العالميه ترتفع او تنخفض يبقى عندنا قدره اكبر نوعا ما على التصدي للتذبذب الاسعار في العالم. طيب حضرتك تتوقع بقى ان شركات تتوسع اكتر في نشاطها الصناعي في مصر، طبعا خاصه بعد الانجازات اللي احنا بنشوفها في الفتره الاخيره؟ شوفي مع المؤشرات الكبيره اللي حصلت في مصر في الفتره الماضيه، يعني مثلا انخفاض معدل التضخم، ان مصر تبقى الاولى في الاستثمار المباشر، تفتكري في 2018 و19 الاولى في الاستثمار المباشر في افريقيا في الفتره ديت، وترتفع قيمه التدفقات للاستثمار الاجنبي لحوالي 24% في عام 2018، ويزيد الاستثمارات الاجانب في اذون الخزانه، ويزيد الاصول الاجنبيه في البنوك بالمليارات، طبعا ده مع توفر النقد الاجنبي. كل هذه المؤشرات طبعا مع كمان ما ننساش الاصلاحات الهيكليه اللي بتتعمل يمينا ويسارا والمشروعات القوميه عشان توزع قاعده الاستثمار الاجنبي المباشر. فالحقيقه مصر مش هتبقى مصر النهارده من الدول القادمه للاستثمارات على مستوى ليس فقط الشرق الاوسط لكن على مستوى افريقيا وعلى مستوى العالم. طبعا ده بفضل البنيه التحتيه اللي اتعملت، واحنا شايفين الانطلاق. ويمكن البعض لو سمحتي لي يتساءل في بعض الاحيان يمكن بدون علم او عدم معرفه او بدون وجود بعض البيانات او بعض المعلومات للمواطن عن كم المشروعات القوميه وكم هذا الانفاق في المشروعات القوميه. مفيش مستثمر حقيقي، ولو شفتوا حواليكم تعالوا نشوف حوالينا، تعالوا نشوف في دول افريقيه حققت طفره. انا مش عايز اتكلم على دبي، مش عايز اتكلم على ماليزيا، مش عايز اتكلم على سنغافوره، مش عايز اتكلم على دول كانت اقل مننا في النمو الاقتصادي او في الطريق السياسي والثقافي، لكن مفيش دوله قدرت تحقق نمو اقتصادي وتجذب رؤوس اموال وتعمل عمليه تنميه الا من خلال بنيه تحتيه قويه مستدامه. عمليه البنيه التحتيه دي ما بتتعملش النهارده، بتتعمل النهارده والبكره والبعد بكره. فالنهارده احنا الحقيقه عملنا طفره في البنيه التحتيه، والتاريخ فيتش بالمناسبه اشار الى هذا الموضوع، ان البنيه التحتيه اللي مصر عملتها في الفتره الماضيه بنيه قويه جدا بتدفع الاستثمار المستدام، ده نمره واحد، نمره اثنين الاصلاحات الهيكليه اللي مصر عملتها، نمره ثلاثه كل التقارير الدوليه هذه، كل التقارير الدوليه النهارده سواء البنك الدولي او صندوق النقد الدولي او مؤسسات التمويل الدوليه سواء فيتش او ستاندرد اند بور او المؤسسات الاخرى الملاءه الماليه كلها بتصنف مصر كنظره مستقره بي وبي بلس مستقر على الامد الطويل. فالحقيقه ده رساله، لما تلاقي دوله مستقره ومؤشرات دوليه مستقره وهذه المؤسسات لا تكذب ولا تتجمل وليس لها اي مصلحه في اصدار اي تقارير ليست حقيقيه، لكن هذه التقارير لما تصدر من عدد كبير جدا من المؤسسات الدوليه، احنا بنتكلم على البنك الدولي، بنتكلم على صندوق النقد الدولي، بنتكلم على مؤسسات التصنيف الائتماني بمختلف انواعها بالمناسبه، يعني ستاندرد بور وفيتش وكل هذه المؤسسات، لما تدي مستقر دي رساله مهمه للمستثمر على ان مصر دوله قويه مستقره وعندها بوليتيكال ويل او اللي بنسميها اراده سياسيه للتغيير والاصلاح والاستمرار بشكل مستدام من الناحيه الاقتصاديه. صحيح دكتور عمرو صالح استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور على وجودك معانا.
مشاهدينا خلونا دلوقتي نروح لدينا عشان نعرف للناس اللي خارجه بقى ورايحه اشغالها تعرف الاخبار المرور ايه وطرق عامله ايه. دينا بشكرك يا بسنت. فعلا تعالوا مع بعض نتعرف على حاله المرور زي ما عرفناكم على احوال الطقس. النهارده هنتعرف على احوال المرور وزميلنا محمود جميل مراسل صباح الخير يا مصر من داخل الاداره العامه للمرور. صباح الخير يا محمود. صباح الخير عليك يا دينا وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. بصبح على حضراتكم من الإدارة العامة للمرور. بنستعرض الحالة المرورية في الشوارع والمحاور والطرق الرئيسية في القاهرة الكبرى. خليني أبدأ معاكم النهاردة. أولا يعني ما فيش أي طرق مغلقة النهاردة، كل الطرق مفتوحة طبعا أمام السادة المواطنين، لكن خلينا نشوف أخبار السيولة المرورية وبعض الأحجام والكثافة المرورية اللي بتكون على بعض الطرق. خليني أبدأ مع حضراتكم دلوقتي بأحد المحاور الهامة وهو محور 26 يوليو بالنسبة للمتجه إلى مدينة 6 أكتوبر. اللي هيكون متجه لمدينة 6 أكتوبر من محور 26 يوليو وتحديدا في هذه المنطقة وهي منطقة ميدان لبنان، المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر من محور 26 يوليو ميدان لبنان هيكون في سيولة مرورية تامة في هذا الاتجاه. أما الاتجاه الآخر اللي هيكون قادم من مدينة 6 أكتوبر باتجاه كوبري 15 مايو أعلى السودان هيكون عندنا بعض الأحجام المرورية الكثيفة هنا، أو يعني مش بتأثر على حركة الطرق، ولكن نظرا طبعا للأعمال اللي بتكون موجودة أو الحارات الضيقة الموجودة في هذا الاتجاه، لكن تحديدا هيكون عندنا بعض الكثافة المرورية في هذا الاتجاه تحديدا. بالنسبة اللي هيكون متجه إلى مدينة 6 أكتوبر وهيكون متجه إلى اسكندرية الصحراوي وبوابات اسكندرية الصحراوي، زي ما حضراتكم شايفين هننتقل إلى هذه الشاشة، هيكون في سيولة مرورية تامة على هذا الطريق اللي هيكون متجه إلى بوابات اسكندرية أو قادم من بوابات اسكندرية ومتجه إلى مدينة 6 أكتوبر أو محور 26 يوليو، فزي ما حضراتكم شايفين هيكون في سيولة مرورية تامة. بالنسبة للمتجه بقى إلى طريق المريوطية، بالنسبة للمتجه إلى طريق المريوطية في هذه الشاشة زي ما حضراتكم شايفين هيكون في سيولة مرورية بالنسبة للمتجه إلى الطريق الزراعي، وبالنسبة للي هيتجه إلى منزل المريوطية علشان خاطر يتجه إلى المنيب والتجمع والبحر الأعظم هيكون في سيولة مرورية أيضا على هذا الاتجاه. فإذا طريق المريوطية النهاردة إحنا بنشهد عليه سيولة مرورية موجودة. بالانتقال من طريق المريوطية ننتقل إلى طريق السويس وهو أحد الطرق الهامة. طريق السويس زي ما حضراتكم شايفين هيكون في سيولة مرورية بالنسبة للمتجه إلى السويس أو الشارع الثورة والقادم من السويس ومتجه أيضا إلى الرحاب أو إلى القاهرة، هيكون في سيولة مرورية في جميع الاتجاهات الموجودة على طريق السويس. زي ما قلنا لحضراتكم أن طريق المريوطية بيشهد أيضا سيولة مرورية، فبالنسبة أيضا اللي هيتجه إلى منزل المريوطية زي ما حضراتكم شايفين في هذه الكاميرا هيكون في سيولة مرورية أيضا بالنسبة للمتجه إلى منزل المريوطية، سواء متجه إلى المعادي أو التجمع أو قادم من المعادي والتجمع ومتجه إلى مدينة 6 أكتوبر، فهيكون في سيولة مرورية على هذا الطريق من منزل المريوطية إلى طريق الدائري أو دائري التجمع والمعادي تحديدا سما طور. هيكون المتجه إلى التجمع والعين السخنة هيكون في سيولة مرورية، أيضا القادم من التجمع ومتجه إلى المعادي ناحية الدائري هيكون في سيولة مرورية موجودة أيضا على هذا الطريق. بالانتقال من سما طور ودائري التجمع والمعادي هننتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتحديدا في بن زايد الجنوبي في منطقة الأبراج، هنلاقي إن في سيولة مرورية أيضا موجودة في جميع الاتجاهات رغم وجود الأعمال الإنشائية وتنفيذ المشروعات اللي موجودة داخل العاصمة الإدارية، لكن نحب نطمن الناس اللي بتروح العاصمة الإدارية طبعا هيكون في سيولة مرورية في جميع الاتجاهات الخاصة ببن زايد الجنوبي. من بن زايد الجنوبي في العاصمة الإدارية الجديدة ننتقل إلى رود الفرج وتحديدا أعلى القوس الغربي، أعلى القوس الغربي اللي هيكون متجه إلى محور رود الفرج هيكون طبعا في سيولة مرورية على هذا الاتجاه، والقادم من محور رود الفرج وهيكون متجه إلى مدينة 6 أكتوبر أيضا هيكون في سيولة مرورية في الاتجاهين الخاصين برود الفرج. هننتقل من محور رود الفرج هننتقل إلى نفق الـ NA في التجمع،
دفع الـ NA تحديدا هيكون في سيولة مرورية موجودة سواء المتجه إلى التجمع الأول أو مدينة نصر، والقادم من التجمع ومدينة نصر وهيكون متجه ناحية المعادي طريق الدائري هيكون في طبعا سيولة مرورية موجودة في هذا الطريق. بالانتقال من نفق الـ NA إلى محور الفريق سعد الدين الشاذلي، هو تحديدا طريق الإسماعيلية هيكون في سيولة مرورية، سواء المتجه إلى إسماعيلية هيكون هو في سيولة مرورية زي ما حضراتكم شايفين، أو القادم من إسماعيلية ومتجه ناحية القاهرة هيكون في سيولة مرورية في جميع الاتجاهات الخاصة بمحور الفريق سعد الدين الشاذلي. إذن بشكل عام دي كانت الحالة المرورية، أغلب الطرق النهاردة فيها سيولة مرورية، اختلاف في ميدان لبنان، ودي طبعا عشان مناطق ضيقة في ميدان لبنان فبيكون في بعض الكثافات للقادم من مدينة 6 أكتوبر ومتجه ناحية 15 مايو، لكن بشكل عام كل الطرق النهاردة بتشهد سيولة مرورية، ويمكن كمان السيولة الفترة دي بترجع طبعا لأجازة نصف العام اللي بدأت في المدارس، فبالتالي احنا بنشهد سيولة مرورية في أغلب المحاور والطرق الرئيسية الخاصة بالقاهرة الكبرى. دي كانت متابعتنا للحالة المرورية من داخل الإدارة العامة للمرور. برجع لك يا دينا مرة تانية في الاستوديو. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمود جميل مراسل صباح الخير يا مصر من الإدارة العامة للمرور. زي ما تابعنا مع حضراتكم في سيولة مرورية على معظم المحاور والطرق في العاصمة والقاهرة الكبرى، وطبعا يمكن احنا بنقول ان الحمد لله ان النهارده، مع ان النهارده الاثنين، لكن بهذه السيولة المرورية يعني يوم نبدأ بمشمس وكمان الطرق ما فيهاش اي ازدحام. هنخرج لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. لسه مكملين كلام عن منتخبنا الوطني اللي امبارح الحقيقه يعني كسب احترام اكتر من 100 مليون مصري. كل الناس بتدعم المنتخب المصري، ومن الاول واحنا بنقول ايا كانت النتيجه احنا يعني بنشجع منتخبنا الوطني، لانه الحقيقه شفنا منه اداء قوي واستثنائي، ويعني عمل اللي عليه واكتر. كل اللعيبه عملت اللي عليها، يعني لعبوا اربع ماتشات ورا بعض 120 دقيقه، واحنا يعني يمكن ما كناش متعودين على النوع ده، وكل ماتش نقول الماتش يخلص قبل الوقت الإضافي، يمتد الوقت للماتش الإضافي ويوصل للوقت الإضافي وكمان يوصل لضربات الجزاء. فطبعا يعني ضغط عصبي ونفسي احنا بره الملعب وحاسين بيه، فيعني اللعيبة كانت عاملة ازاي ده موضوع كبير، وأدوا بشكل رجولي، وده اللي فرق مع الناس كلها. الناس كلها يمكن امبارح على قد ما هي كانت نفسها انها تفرح ونفسنا ان احنا نتأهل، لكن كمان كانت اكتر حاجة انه الجيل ده يستحق انه يوصل ويتأهل. المباراة امبارح كانت كبيرة امام منتخب السنغال، مباراة ما كانتش سهلة بالمرة، لانه يعني السنغال يمتلكوا قوة بدنية كبيرة يمكن كلنا شفناها ولاحظناها امبارح في الماتش، لكن الحقيقة انه احنا خسرنا البطولة لكن كسبنا جيل جديد ومختلف في المنتخب المصري. كسبنا يعني لعيبة ما كناش نعي حجم اللعيبة دي عامل ازاي، واعتقد انه هيكون في بعد كده يعني اعارات كتير للعيبة من المنتخب الوطني وايضا احتراف بره مصر. اكيد هنتابع ونتكلم اكتر بالتفصيل عن لعيبه المنتخب الوطني اللي كلنا فخورين بيهم، والمرحله اللي بيعدي بيها المنتخب والمرحله كمان القادمه. كل ده هنتكلم عنه مع الناقد الرياضي عثمان ابراهيم اللي بيشرفنا النهارده. صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا عثمان. صباح الخير عليكم وكل طبعا مشاهدين. يعني الحمد لله اللي حصل كان نفسنا يبقى فيه اجواء احتفاليه وبعد مشوار الصعب في كاس الامم الافريقيه، لكن قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله اللي جاي يبقى افضل لمنتخب مصر، وناخد من اللي حصل امبارح ونبني عليه، ما نهدش المعبد على دماغنا كلنا. لا خلاص احنا وصلنا لمرحله كويسه جدا جدا جدا. منتخب مصر اعتقد خلال الساعات اللي جايه لما يطلع تصنيف الفيفا الشهر الجديد هيلاقي منتخب مصر عمل قفزه في التصنيف الدولي بسبب نتائجه المبهره جدا جدا في البطوله دي. عايزين نبني على اللي حصل وما يحصلش بقى يعني رد فعل عكسي لمنتخب مصر، خصوصا ان دخلنا مرحله مهمه جدا جدا وحلم تاني هو التاهل لكاس العالم. يعني شفت امبارح ازاي المباراه وانت بتتابعها كده؟ يعني في الاول خالص كلنا كنا في اول المباراه حسينا ان التمنه بتاعتنا، وجينا في ضربات الترجيح يعني
خسرنا، لكن زي ما هدير قالت ان احنا اكيد كسبنا منتخب دلوقتي قادرين نعتمد عليه في يمكن مباريات جايه. عايز اعرف احساسك بقى امبارح وانت بتتفرج على المباراه، ويمكن احساس الفخر كمان وانت بتتفرج على اللعيبه وهم بيأدوا قدام لعيبه زي ما هدير قالت، يعني بدنيا هم قوية جدا، يمكن مرتاحين عنا يوم زياده، مفيش الاصابات اللي عندنا، كل الحاجات دي. طيب انا قبل بس ماتش امبارح نفتكر شويه كده قبل البطوله، اعتقد ما كانش في حد متفائل تقريبا ان منتخب مصر هيطلع بعد دور ال 16، وان احنا لو وصلنا دور الثمانيه ده كده بقى اقصى طموحنا. لكن صراحه الجيل محمد صلاح ورفاقه حققوا اكتر مما كنا نتخيل. الشيء الطريف ان احنا طول البطوله الناس متشائمه ان احنا نكمل، ولحد ما وصلنا امبارح كان بقى حاله من التفاؤل غريبه جدا جدا طبعا بعد الوصول للنهائي، وكله زي ما بيقولوا كده يمكن الصدمه جايه شويه من ان احنا اتعشمنا في الحصول على اللقب. لكن طبعا الماتش ما كانش ماشي بالشكل اللي احنا كنا محتاجينه ومنتظرينه. كانت البدايه صعبه جدا جدا بركله جزاء للسنغال بسبب خطا دفاعي مشترك بين امام وبعديه محمد عبد المنعم، لكن ابو جبل تالق بعد طبعا صلاح كده شفنا لقطه كان بيغششه منيها شوت ازاي، وابو جبل تالق وصد الكره دي خلت الطموحات تعلى اكتر ان احنا قريبين، وان السنغال ضيعت ركله جزاء. لكن كان في واضح فروقات بدنيه قويه جدا جدا امبارح. منتخب السنغالي ما خدش ماتش تقيل زي اللي حصل لمنتخب مصر، احنا لعبنا ثلاث نهائيات قبل هذا النهائي، يعني بنلعب كوت ديفوار في دور 16، المغرب الكاميرون، لا مشوار كلهم كملنا وقت اضافي، مشوار صعب جدا جدا، وثلاث منتخبات مرشحه للفوز باللقب وتتيحي بالثلاث منتخبات. والشيء الاغرب اللي ما حدش خد باله منه قوي برده، يعني بغض النظر عن ماتش كوت ديفوار بقيه الماتشات احنا بنلعب براحه اقل من المنافس، يعني دايما بيخش المنافس عنده يوم زياده راحه. وكان طبعا الطمه الكبرى او المصيبه الكبرى اللي حصل في قبل النهائي، يمكن من النوادر في البطولات المجمعه اشوف قبل نهائي على يومين، يمكن دي ما بتحصلش. طبعا ده دي يعني حاجه، عشان كده الارهاق ده كان باين على اللعيبه في الملعب برضه، عدم تكافؤ غير طبيعي. ان كان المنطقي ان كان الاثنين سيمي فاينل مثلا يبقوا يوم الخميس، يبقى الفرقتين اللي هيوصلوا النهائي خلاص هيلعبوا يوم الاحد، يبقى في تكافؤ فرص. لكن زي ما احنا شفنا المنتخب السنغالي ما لعبش ولا وقت اضافي. لا احنا من اول بصراحه البطوله احنا شايفين عدم تكافؤ من حاجات كثيره جدا، لو هنتكلم حتى جداً على التحكيم كمان. دي حقيقة. حتى امبارح على فكره التحكيم اكيد كان افضل شويه من مباراه، لا بكل تاكيد افضل اكتر بكتير حصل قدام الكاميرا، ولكن لا كنا كمان بنشوف من كل لمسه احنا بناخد فاول، يعني دي حقيقه يعني حرفيا. مش عايزين نركز قوي موضوع التحكيم، لكن يمكن اللي حصل ماتش بعد اللي حصل من جسامه المصريين اعتقد في موضوع اعتقد لا هو جسامه الناس محذره من قبلها، لكن فيكتور جوميز المفروض انه من افضل المحكمين. يعني مين؟ فيكتور جوميز ده حكم جنوب افريقيا، حكم مميز جدا جدا امبارح، ادار المباراه بشكل اعتقد يليق بنهائي كاس افريقيا. ما كانش فيه قرارات، كان في لقطه بينه وبين صلاح بيديله صفاره وكروت هو كان لقطه كان في فاول على حمدي فتحي، بس ابننا شيك الحقيقه ما رضاش يكمل هو تحكيم. الفار كان بيراجع بيراجع الحكم نفسه بيقول له على استنى اشوف حمدي دخل في رجل منيفة، كان ممكن لا قدر الله يديله كارت احمر. فصلاح بيقول له هي كوره فاول عادي اصلا، انت بتراجع الفار ليه؟ يعني كان نقاش لطيف، فقال له لو انت عايز تاخد الصفاره والانذار خدهم وانا امشي. دي كانت من ألذ الحاجات الموجوده في الحياه. لا البطوله مليانه لقطات حلوه، لكن برضه لازم نحيي لعيبتنا، عاشوا ظروف صعبه جدا جدا. احنا مش بنقلل من اي دوله افريقيه، اكيد احنا بنحترم كل دول افريقيه وامكانياتها، كل دوله بتحاول على قد ما تقدر انها اكيد عايزين يظهروا في افضل صوره، لكن دي امكانيات الكاميرون الموجوده. احنا كمان كان حظنا صعب شويه ان احنا رحنا جروه وبعد كده دواله وبعد كده يا ويندي، لفينا لفه كبيره جدا جدا، وده من الصعوبات اللي قابلتنا في البطوله برضو، ان انت يعني بدات في مجموعه في جروه ورحتي ماتش في يا ويندي ماتش الاخير وبعد كده احنا بدانا بشكل وانتهينا بشكل تاني خالص، يعني شكل البدايه ما يقولش خالص ان احنا هنوصل للفينال، ويمكن ده اللي خلى عند الجمهور امل وخلى عند اللعيبه امل كبير جدا. شفنا امبارح الدموع يعني حاجه توجع القلب، اللعيبه كلهم تريزيجيه وهو بيقولوا تاني مره لاستوليه 2017 محمد صلاح وهو مش قادر يسيطر على دموعه فتره، يعني فتره كانت صعبه جدا جدا عليهم، لانه كان بينهم وبين الكاس يعني خطوه واحده. طيب يعني انا الدموع دي على قد ما هي مؤلمه اعتقد انها ان شاء الله هتبقى حاجه يعني بدايه مبشره او نقطه انطلاق جديده ان شاء الله، يعني زي ما بيقولوا كده الضربه اللي مش بتموتني بتقويني. اعتقد ان اللعيبه بتكتسب خبرات كبيره جدا جدا، احنا زي ما قلنا قابلنا منتخبات عتاوله افريقيا في البطوله دي، والحمد لله اثبتنا ان احنا قادرين نقف على رجلينا في مكاسب كبيره جدا جدا. مش عايزين خساره بطوله يعني تخلينا نغفل المكاسب الكبيره اللي خدناها، ومش عايزين خساره بطوله تاثر على بعد كده، لان المرحله الجايه مرحله صعبه جدا. حلم بقى كاس العالم، يعني بخلاف حلم كاس العالم المرحله الجايه فعلا صعبه، لان كل اللعيبه بلا استثناء اللي راجعين لانديتهم سواء انديه محليه او عربيه او حتى في اوروبا عندهم يعني ماتشات ومباريات مضغوطه
بشكل طبعًا رهيب طبعًا كبير جدا. راجعين لدوري ابطال اوروبا وهنا راجعين ماتشات كتير ودوري ابطال افريقيا هنا، فاللعيبه هيبقى عندها ضغط يعني ذهني وعصبي وبدني كبير جدا جدا جدا. اللعيبه الاهلاويه عندهم مباراه يعني برضو الاربع جاي تقريبا في الاهلي كاس الانديه يوم الثلاث بكره ان شاء الله يعني يعني ضغط ماتشات كبير جدا جدا. لعيبه الاهلي هيرجعوا من منتخب مصر مباشره هركبوا طياره لابو ظبي، اعتقد هيبقى صعب ان هم حد يشارك، لكن ربما يكون موجودين على مقعد البدلاء. الاهلي الماتش اللي فات اول امبارح بيلعب اكتر من 70 60% من اللعيبه مش موجودين، 12 غياب منهم خمس لعيبه مقيدين ومش موجودين. حضرتك تخيل ان مقعد البدلاء كان قادر غير اصابات فيروس كورونا، دي حقيقه. هم 12 كان اكتر من 12 غياب للنادي الاهلي منهم خمسه مقيدين، لكن شفنا تالق للعيبه الناشئين كمان بصراحه. دي نقطه مهمه ان اللاعب يؤدي الروح، يمكن ده الدرس اللي اتعلمناه من كاس افريقيا، احنا بنلعب بروح بغض النظر عن الفروق الفنيه. خلينا نعترف المنتخب السنغالي يكاد يكون حاليا هو اقوى منتخب افريقي في الساحه، هو منتخب يصنف منتخب عالمي. اللعيبه لما نسمع لعيبه باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ لا 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 لعيبه ليفربول تشيلسي احسن حارس مرمى في العالم، يعني مندي احسن حارس مرمى في العالم لسه واخدها من ايام. فمعنى كده لا الموضوع مش سهل، انت بتلعب اقوى منتخب في افريقيا وكنت ندي ليه 120 دقيقه، والبنيه الجسمانيه برضو مرعبه. أكيد يعني طبعًا كوليبالي أكيد طبعًا المدافع يعني فريدو كوليبالي مدافع نابولي وكابتن الفريق واحد من افضل المدافعين العالم، لا يعني فرقه فعلا متكامله في كل الخطوط، عندهم قوه فنيه عاليه جدا جدا في كل الخطوط، مش فرقه نجم واحد. يعني الناس كلها مركزه اكتر مع ساديو ماني عشان ليفربول الناس عارفاه، لكن لا الفرقه مليانه لعيبه طيب قويه جدا. خليني جداً اعرف منك بقى الاوراق الفنيه اللي يمكن نكون افتقدناها شويه امبارح. احنا امبارح رجالتنا لعبوا حلو قوي، لكن اكيد كان في بعض الانتقادات اللي وجهت ليهم، ومنها انه يمكن كان في تغييرات كتيره قوي حصلت والناس كانت عايزه نلعب بنفس الخطه اللي حصلت قبل كده، فرايك ايه؟ مبدئيا هو كيروش بيلعب بطريقه 4-3-3، هو مش بيغيرها لان هو مقتنع تماما. يمكن التغييرات الكتير اللي بتحصل تغيير، يمكن مصطفى محمد على وجه التحديد هو ده اللي كان عليه انتقادات يعني كتير. برضو خلينا نتكلم برضو بالمنطق، اللعيبه زي ما قلنا مجهده بشكل رهيب. مصطفى محمد برضو تعرض لانتقادات كتير جدا جدا، خد البطوله عشان ما سجلش. مصطفى كان ليه ادوار ثانيه غير ان هو مهاجم الفريق، كان بيقدر يدافع وبيرجع يدافع مع منتخب مصر، كان هو اول خط دفاع او اول حائط صد للمنتخب اللي قدامنا. كان دايما مصطفى محمد بيقابل اللاعب اللي بيبني الهجمه للمنتخب اللي قدامنا، وعمل الدور ده في اربع ماتشات مهمين جدا قدام اربع فرق قويه جدا جدا. فمصطفى كان منهك واضح جدا ان هو مجهد بشكل كبير. فلما حتى نزل مروان ونزل تريزيجيه ونزل زيزو بالظبط، هو بيتكلموا على تاني شروط انه لما نزل زيزو وتريزيجيه فبقى بيلعب 4-4-2 تكاد تكون بالظبط 4-4-1-1، لان احنا فوجئنا ان صلاح جابه من جناح اليمين خلاه مهاجم صريح. مروان حمدي كان بيلعب شويه تحت صلاح عشان يعمل دور مصطفى محمد، يبقى حائط صد للاعب اللي بيبني الهجمه. هو يا جماعه كره القدم بالنسبه للمدرب عامله زي الشطرنج، يعني معاه ادوات وبيحاول يوظفها بشكل معين في الملعب عشان يقفل على المنتخب اللي قدامه. احنا زي ما قلنا واصلين للمباراه امبارح وخلصانين بدنيا، احنا شايفين عمرو سوليه مش قادر ياخد نفسه في الملعب، كان واضح جدا جدا عمل مجهود كبير طوال البطوله. عندنا مصطفى محمد ما كانش قادر، مرموش برده عمل مجهود كبير جدا. طب البديل ما كانش ممكن يكون محمد شريف؟ دي بقى ترجع لوجهه نظر الفنيه لكيروش حسب ما هو عاوز ايه. وعلى فكره امبارح يعني كان في لقطتين لمروان حمدي كان ممكن يخطف هدف الفوز في فرصتين متتاليتين خلال المباراه، واعتقد لو كان حصلت كان الكلام هيختلف دلوقتي. فبرضه مش عايزين نحكم وفقا للي حصل، يعني نقول ايه اصل لو كان مروان جاب جون كنا هنقول كلام مختلف، فما جابش جون فنقول فين محمد شريف. زي برضه امبارح لقينا ايه فين طارق حامد، يا جماعه الموضوع مش كده، الموضوع مش كده. نتمنى الفتره الجايه، يعني احنا الفترة اللي فاتت شفنا صراحة يعني مش عارف اوصفها بايه، بس للاسف يعني او اسف على اللفظ، هي بعض المهازل اللي بتطلع من الناس المفروض ان هم رموز ومعروفين. يعني احنا بنعاني شوية من السوشيال ميديا، واي حد بيكتب على السوشيال ميديا او مشهور ويبقى ترند ومحدش عارفه، لانه الناس بتنجرف وراه كمان. للاسف بقى ما يكون في ناس سواء مدربين سابقين او مدربين حاليين ورموز كروية وبيقولوا كلام يعني غير منطقي بالمره عشان يطلع ترند شويه او يبقى مشهور شويه، ما ينفعش. لكن الحقيقه الترند اللي كان سائد امبارح هو شكرا منتخب مصر، شكرا منتخب الرجاله، وده شفناه. والناس الحقيقه الموضوع المره دي مختلف، وحاله الدعم النفسي لمنتخبنا الوطني حتى بعد الخساره استمرت. ده طبيعي، ده هدير بتقول جمله حلوه قوي انه الناس دلوقتي عارفه تفرق يمكن ما بين اللي فعلا زي ما انت قلت بيعمل ترند وما بين الدعم اللي احنا فعلا محتاجين نديه لمنتخبنا الوطني. المرحله حرجه، المرحله حرجه، مرحله صعبه. زي ما قلنا اللعيبه دي داخله على مطحنه كرويه خلال شهر ونص الجايين،
عايزين ليه ما يحصلش مثلا. انا عارف ان اتحاد الكوره عامل اجتماع مع كارلوس كيروش خلال الساعات اللي جايه ان شاء الله بعد ما يرجع هيعمل تقرير. هنستأذنك معانا على التليفون دلوقتي المعلق الرياضي علي محمد علي. يعني علي انت امتعتنا امبارح، علي معلق المباراه امتعتنا في مباراه امبارح ومباراه الكاميرون، وتعليقك كان فوق الرائع في الحقيقه. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك وصباح الخير على كل الشعب المصري. سعيد اكون مع انتسانت ومع هدير، وطبعا برحب بالناقد الرياضي الدكتور عثمان ابراهيم. هنقول ايه؟ هنقول هارد لك للمنتخب المصري بالامس، وكنا قريبين جدا لكن قدر الله ما شاء فعل. ويمكن انا مع كمل مع كلامكم، احنا فعلا بنمر بمرحله مهمه جدا، خلاص نطوي صفحه امم افريقيا. احنا ابطال بكل ارقامنا، بتاريخنا، ببطولاتنا، بوصولنا للمباراه النهائيه. صحيح ما خدناش اللقب، انا ما اعتقدش ان احنا خسرنا. احنا هي 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 يمكن ركلات ترجيح فيها جانب من التوفيق وعدم التوفيق. منتخبنا ادى بشكل مميز جدا، نبني بقى على كده ان شاء الله، ونستعد للقائين المهمين امام منتخب السنغال اللي هو نفس المنافس اللي كان معانا في المباراه النهائيه. وشفنا اخطائنا ايه، في اخطاء طبعا اكيد، في اخطاء، في مشاكل في الناحيه الهجوميه او في مشاكل في الناحيه الهجوميه. دفاعنا قوي جدا، محتاجين نطور ادائنا الهجومي في وسط الملعب، محتاجين نطور ادائنا الهجومي في الخط الامامي. مش معقول نصل للمباراه النهائيه باربع اهداف فقط، عندنا مباراتين مهمين جدا جدا جدا. ونؤكد ثقتنا في اللعيبه وثقتنا في الجهاز الفني اللي الحقيقه يعني بذل جهد كبير قوي في موضوع الاستشفاء، لان احنا بنلعب للمباراه الرابعه على التوالي وقت اضافي، ودي كانت حاجه صعبه جدا يعني على الاقل. مساله انه احنا لعبنا اربع ماتشات 120 دقيقه والوصول لضربات الجزاء، يعني شايفها ازاي؟ والتعليق واحساسك ايه؟ وضربات الجزاء شغاله، الموضوع صعب بعد الماتش كمان. لا هو يعني السيناريو بتاع المباراه اداني انا احساس كمعلق مباراه ان احنا ان شاء الله هنكسب يعني. وده اكيد طبعا الاحساس وصل لكل المشاهدين والمتابعين. فصدمه الخساره بركلات ترجيح، انا مش بقول خساره لانها احنا في الرياضه لازم تطلعي بمكاسب يعني. هي مباراه، والسنغال هو منتخب كبير ويستحق اللقب على فكره. احنا لا نقلل منتخب السنغال لان هم برضه لعبوا مباراه كبيره وواجهوا منافس بكل تاكيد بامكانياته، لكن طبعا الارهاق البدني كان واضح جدا على لعيبتنا، مش في المباراه يعني. ده من اول الشوط الاول وانت تشعري ان في تعب، في ارهاق طبعا. تلعبي 120 دقيقه، ده غير الضغط النفسي والعصبي في ركلات الترجيح، ده انت كانك شايله جبل يعني. على طبعا على ذكر جبل، اعتقد محمد ابو جبل يعني عمل بطوله كبيره قوي، وكان احد نجوم البطوله، ودموع محمد صلاح ودموع ابو جبل ودموع تريزيجيه واللعيبه، وشفنا الجهاز الفني قد ايه كان متاثرين جدا بعدم الفوز باللقب، لان ده كان طبعا اكيد شيء يساعدنا. وشفنا كلمات التقدير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبين، وبعد المباراه ما فيش يعني بدقائق قليله طلع التصريح ده، وشفنا صحيح المسانده للعيبه والمسانده الناس الحقيقه كلها علي مقدره اللي اللعيبه عملوه، ومقدره اللعب الحلو والمجهود الكبير اللي اتعمل من كل اللعيبه، رغم الارهاق ورغم التعب ورغم الاربع مباريات الصعبين قدام يعني منتخبات كلها كانت مرشحه للفوز باللقب. لا، انك تتخطي كوت ديفوار، تتخطي المغرب، تتخطي الدوله المنظمه الكاميرون، يعني ده يعني طبعا مباراه السنغال انت عامله درو وخسرانه بركلات ترجيح، يعني هي خساره مشرفه، لكن في نفس الوقت انا رغم الخساره لكن انا فخور بمنتخب بلدي، فخور بلاعبتي، فخور بالروح الموجوده، فخور بالشعب المصري اللي مقدر لعبته. يعني انت من النادر قوي ما تلاقي منتخب يخسر وتلاقي الجمهور طبعا رغم مرارة الخسارة ورغم ان كلنا طبعا بكينا وكلنا اتأثرنا، لكن اللي بيحدث ده وعي، والوعي ده ان شاء الله يستمر. طيب ان شاء الله باذن الله يعوضوها بالتأهل ان شاء الله. طب استاذ علي، انت شفت ازاي امبارح بقى مع مباراة او الـ يعني لعب ضد السنغال، ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها في الفترات الجاية عشان في المباراة الجاية كمان 40 يوم ان شاء الله نقدر ان احنا نتغلب عليهم؟ احنا ان شاء الله باذن الله يعني الروح الموجوده دي تديكي امل باذن الله.
محتاجين برضو تدعيم في بعض المراكز الفتره الجايه، ممكن بعض اللعيبه تنضم. طبعا مش ما بقولش نغير في هيكل الفريق، لكن في بعض المراكز اللي محتاجه برضو تدعمي وسط الملعب، تدعمي بعض الاماكن اللي ظهر فيها مشاكل يعني خلال البطوله. اعتقد ان احنا محتاجين نطور الاداء الهجومي المصري، لان ادائنا الهجومي يعني طبعا كان عبء كبير قوي على انديه محمد صلاح. اللي الحقيقه برضو لازم ناكد ان محمد صلاح يشرفنا ان يكون عندنا نجم زي محمد صلاح. لم يكن هو افضل لاعب في العالم، فهو على الاقل كتير ضمن افضل ثلاث لاعبين في العالم. فعندنا الاساس اللي نبني عليه، عندنا الروح، عندنا الاصرار، لكن لازم نستعد ولازم نركز ولازم نبقى فيه مسانده جماهيريه واعلاميه والكل يتضافر للهدف اللي احنا عايزينه، هو ان شاء الله التاهل لكاس العالم في قطر ان شاء الله في هذا العام ان شاء الله. بكل تأكيد المعلق الرياضي علي محمد علي، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. ودلوقتي مشاهدينا هنروح مع حضراتكم لموجز لأهم وآخر الأخبار مع دينا. تفضلي يا دينا. شكرا لك هدير. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة الذي يحل ضيفا عزيزا على بلده ثاني مصر. وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيسين سيعقدان اليوم في قصر الاتحادية مباحثات قمة، وذلك لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والتقدير للاعبي المنتخب على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية. وأكد الرئيس السيسي أن لاعبي المنتخب أدوا ما عليهم وكسبوا احترام الجميع وكانوا على قدر الثقة. وقال الرئيس السيسي للاعبي المنتخب إن الجميع على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال، وإن ما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على التحقيق الأفضل. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب، وذلك لمتابعة أهم ملفات العمل بالهيئة وجهود تشجيع ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر. وخلال اللقاء عرض رئيس هيئة الاستثمار عددا من طلبات تنفيذ استثمارات جديدة لشركات أجنبية تتضمن رغبة شركة إسبانية لإقامة مشروع زراعي في مصر على مساحة 3000 فدان. كما استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار تقريرا حول بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022 الذي تضمن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية بنسبة 28.2%. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، وأرجع سعيد قراره إلى أن المجلس يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام. وأكد سعيد أن المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية فيه بناء على الولاءات، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء. أعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن بشأن الأزمة الأوكرانية. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الاتصال جزء من مشاورات ماكرون قبل زيارته لموسكو اليوم ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثم التوجه الثلاثاء إلى كييف حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وأوضح الإليزي أن ماكرون سيناقش مع بوتين اليوم شروط خفض التصعيد على الحدود مع أوكرانيا. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 3321 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي متعافين من الفيروس إلى 372332 حالة. وأوضحت وزارة الصحة تسجيل 2301 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته،
مشيرا إلى وفاة 59 حالة جديدة. أعلن رئيس بلدية أوتاوا جيم واتسون حالة الطوارئ اليوم في العاصمة الكندية بسبب احتجاجات لمعارضي القيود الصحية، واعتبر واتسون أن الوضع في العاصمة بات خارجا عن السيطرة، مشيرا إلى أن القرار يعكس الخطر الجسيم والتهديد الذي تتعرض له سلامة السكان وأمنهم جراء الاحتجاجات المستمرة، ويؤكد الحاجة إلى دعم من السلطات القضائية والهيئات الحكومية الأخرى. وامتدت الاحتجاجات التي بدأت في أوتاوا السبت الماضي إلى مدن كندية رئيسية أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين واصلت عشرات الشاحنات ومتظاهرون شل الحركة في وسط العاصمة. نهاية موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. برحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل، ولسه مستمرين في الكلام عن ماتش امبارح، ومعانا الناقد الرياضي عثمان إبراهيم. بنصبح عليك مرة تانية في صباح الخير يا مصر ومنورنا. نورتكم طبعا، وانا سعيد جدا ان انا موجود معاكم النهارده. احنا اسعد. عثمان، يعني انا عايزه اتكلم معاك بقى عن روح الفريق. يعني كلنا شفنا طبعا محمد صلاح وهو بيتعامل كقائد حقيقي، وهو بيوجه اللعيبه في كل صغيره وكبيره، حتى بيتكلم مع الحكام بكل هدوء في الحقيقه، وعنده كده رؤيه للي بيحصل في الملعب وشايف كل حاجة. لكن كمان خليني أتكلم عن الروح اللي يمكن المنتخب وصلها لنا إحنا كمشاهدين، وفي الحقيقة نفى بقى فكرة التعصب ما بين الأندية. أنت النهاردة الأهلاوي بيشجع أبو جبل الزملكاوي، وكله والزملكاوية بيشجعوا الأهلاوية، لأن خلاص ما بقاش فيه كده في منتخب مصر. يمكن كمان أتخيل يعني أنه ممكن بعد خلاص ما البطولة خلصت، الناس بقى تبتدي تشجع الأندية التانية بروح كده جميله. رايك ايه في الموضوع ده؟ طيب، المبدئيه ان البطوله مليانه دروس، يمكن اهم درس فيها ان احنا بالروح الواحده بنقدر نحقق نجاحات، ونقدر نحقق المستحيل. زي ما قلنا، ما حدش كان متخيل ان احنا نوصل لحد النهائي، لكن وصلنا للنهائي. ممكن القدر ان احنا كويس، احنا شفنا منتخب السنغالي، ما اعتقدش ان كان هيبقى فيه فرصه افضل من دي ان احنا نواجههم قبل حوالي شهر ونص من اللقاءين الحاسمين، الماتش في القاهره وماتش في دكار يوم 24 و29 مارس اللي جاي ان شاء الله. مفيش فرصة أفضل من دي. لعبوا بكل قوتهم، احنا لعبنا مش هنقول بكل قوتنا، احنا افتقدنا عناصر كتيرة جدا جدا. احنا يمكن خط الدفاع كله اتغير خلال البطولة، واللعبة بتطلع وترجع. لكن هرجع للدرس المهم، وهو الروح الواحدة. زي ما قلت، يمكن قبل ماتش النهائي كنا متفاجئنا ان في صفحات على السوشيال ميديا متعصبة للزمالك بتحيي السولية والشناوي وحمدي فتحي واللي هم لعيبه، وجمهور الاهلي كله ما بيكلمش غير عن ابو جبل وزيزو، صفحات متتاميه للاهلي، متعصبه للاهلي، وحسابات متعصبه للاهلي بيشجع ابو جبل وفتوح وزيزو وكل اللعيبه. فاعتقد احنا عايزين بقى الروح دي تستمر، ده مهم الفتره الجايه، ومش عايزينها برضه تستمر بشكل مؤقت. احنا مش عايزين دايما يعني في وسط الهوجه كده بنوصل لحاجه كويسه وفجاه وننسى، نقف وننسى ونبدا تاني نرجع. لا، هو طبيعي ان يكون عندك انتماء لنادي ما، طبيعي. أنا لكن معترض. احترام الانتماءات الاخرى. اقول لحضرتك حاجه، انا مش معترض ان اي حد ينتمي لاي نادي، مفيش اي مشكله، ولكن افصل انتمائك عن الحياه عامه. يعني شجع براحتك فرقتك واتمنى لها تكسب كل البطولات اللي في الدنيا كلها، لكن نحاول بقدر الامكان نرتقي بالروح الرياضيه، ان انت لا تتمنى الشر للمنافس بتاعك. مش عايز اقول دي مثاليه زياده، هو بره في العالم برده ما فيش حد بيشجع حد. يعني برده لو اتكلمنا مثلا، لو نادي ميلان وانتر في مدينه ميلان الايطاليه، مستحيل يشجعوا بعض. لو في فرقه بتمثل ايطاليا في دوري ابطال اوروبا مثلا، لا مشجعي ميلان مشجعوا انتر، ولا مشجعي انتر شجعوا ميلان. انا مش عايز اقول ده، احنا عايزين نوصل لمثاليه مش موجوده في كره القدم، ولكن اللي احنا شفناه منتخب مصر وتصريحات محمد صلاح والحته بتاعت احنا نركز على الروح، ان احنا كلنا فرقه واحده. سيبكم موضوع اهلي وزمالك وبيراميدز ومصري وفيوتشر وانديه كتير وفاركو، انديه كتير موجوده في المنتخب مصر، وامبي موجود كمان ممثلين ليهم او لعيبه منهم. خلاص ننسلخ شويه من الحته دي ونبقى في ظهر بعض. يعني حاليا سبحان الله هي جايه كده قدريه، منتخب مصر امبارح انهى مشواره. عندنا حدثين مهمين جدا 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 في الوقت الحالي، الاهلي بيمثل مصر وقاره افريقيا في كاس العالم للانديه، والزمالك يمثل مصر وكرة افريقيا في كاس عالم الانديه، هذه في كره القدم وهذه في كره السله. ممكن مصر هي اللي تستضيف الحدث المهم جدا جدا، النسخه الاولى لكاس عالم الانديه كره السله، حدث كبير
وحاجه جديده. لا والزمالك بصراحه متالق فيها، هي كره اليد وفي ان بلدنا تنظمها، يعني حاجه الحمد لله احنا ماشيين بشكل مختلف تماما عن فترات سابقه. لا هو في طفره كرويه سواء على مستوى الاداء او لسه كاس العالم او كمان على مستوى اللعيبه. كاس العالم كره اليد اللي مصر نظمته نقطه تحول للرياضه في العالم طبعا. في العالم يعني الوقت الحالي في اولمبياد شتوي في بكين بيطبقوا الفقاعه الطبيه اللي مصر طبقتها من اكتر من سنه لما تحدينا كورونا، وكانت اول بطوله عالميه مجمعه للعبه جماعيه تتلعب في وسط مكان فيه كورونا، بطوله كاس عالم كره اليد. فاحنا رواد في العالم، بنعمل حاجات جميله جدا جدا. عايزين سبحان الله هي جايه قدريه. الاهلي بكره مع بالميراس البرازيلي سيمي فاينل كاس عالم الانديه، نتمنى كل مشجعي الانديه كلها يبقوا في ظهر النادي الاهلي في ماتش بكره. النادي الاهلي عنده ظروف صعبه جدا جدا، بيلعب بلعيبه كتيره ناقصه جدا عن الفريق سواء في القائمه الاساسيه او الغيابات والاصابات. مع ذلك اللعيبه لعبوا بروح قويه جدا جدا، تخطوا مونتيري المكسيكي اللي كسبهم مرتين قبل كده في 2012 و2013، وكانت التوقعات كلها انه طبعا يعني في صعب جدا الاهلي يكسب 12 غياب او 13 غياب لعيبه اساسيه، يعني تقريبا الفريق كله مش موجود. الفريق كله مش موجود، الراجل واخد 23 لاعب منهم خمسه مش موجودين، مقدر البدلاء كان قاعد عليها سبع لعيبه منهم اثنين حراس مرمى، يعني مفيش تبديلات. التوليفه اللي لعب بيها بيتر موسيماني اعتقد اللعيبه دي اول مره تلعب مع بعض بالتشكيله ده حقيقي. ده حقيقي، مفيش مهاجم اصلا في الفرقه كلها. كانوا لسه خسرانين من سموحه، فالموقف يعني مصاب. ما كانش احسن حاجه. تخيل ان طاقم المهاجمين كله مصاب ما عدا محمد شريف مع منتخب مصر، يعني مفيش مهاجم صريح واحد في الفرقه. حتى الصفقه الكبيره انت جبتها بيرسي تاو جات له اصابه وتم استبعاده من القائمه، وبالمناسبه الشناوي بره القائمه، يعني حتى احنا هم عارفين الشناوي اصابته كبيره مش هيلحق حتى كاس العالم للانديه لاخرها. فدي نقطه مهمه، ادي بكره ادي البدايه بكره واختبار جديد للجماهير المصريه. عايزين نقف في ظهر النادي الاهلي بكره. يوم الجمعه الزمالك في كره السله هيلعب برجس الاسباني، ماتش صعب جدا جدا يعني ما ينفعش مصر وقاره افريقيا. ناخد بالنا الحته دي، بيمثلوا مصر وقاره بحالها. يا جماعه احنا عندنا ناديين كبار قوي قوي قوي، حجمهم كبير قوي قوي قوي، احنا عظماء في الالعاب كلها، لازم ناخد بالنا من الحكايه دي ونستمر. وعلى فكره روحنا الحلوه مع بعض هي اللي هتعلينا اكتر، هنعكس طبعا عليهم، وده اللي اكده صلاح في كل مؤتمر صحفي اكيد، وهتعلينا اكتر بينعكس على المنتخب. انا دلوقتي الاهلي ان ربنا كرمه بماتش بالميراس وصل النهائي لاول مره في تاريخ الكره المصريه، يبقى ضامن ذهبيه او فضيه، هيبقى حدث فريد من نوعه ما حصلش قبل كده. وتتجه انظار العالم اللي بيدوروا على محترفين وبيبصوا للكره المصريه، واسم مصر هيتقال تاني وتالت ورابع، ناس كلها تقوله. طيب نتكلم بقى عن المحترفين، بما انك يا هدير قلتي النقطه دي، يعني شفنا كتير قوي من لعيبه السنغال محترفين في كلهم ده حقيقي محترفين في انديه اوروبيه. وامبارح شفنا كمان اداء يمكن منقطع نظير لفتوح. تعتقد ان فتوح ممكن يجي له بقى الفتره الجايه يعني عروض من أندية مختلفة؟ طب احنا حظنا بس السيء ان انتقالات يناير خلصت 31 يناير. يمكن في معاد الدوري التركي هو اللي مستمر لحد يوم 8 فبراير، يعني باقي يومين، واحتمال كبير جدا جدا ان نشوف تريزيجيه تحديدا ينتقل من استون فيلا الى بشاك شهير التركي على سبيل الاعاره. ربما ده الصفقه الوحيده الشبه مؤكده خلال الساعات اللي جايه ممكن تعلن بشكل رسمي ان يطلع اعاره. طبعا تريزيجيه راجع من اصابه رباط صليبي ومحتاج شويه وقت عشان يستعيد تاني فورمته ومستواه، وان كان اداؤه في البطوله نوعا ما بدا يدخله تاني في الفورمه، فصعب شويه دلوقتي يبقى في عروض قويه للعيبه المصريه في الانديه الاوروبيه. اداؤه شفته ازاي امبارح؟ يعني اداؤه انا بالنسبه لي انا مش عايز اقول فتوح بس، احنا منتخب مصر، يعني احنا شفناه خلال البطوله. لا منتخب مصر ده اكيد، انا بتكلم معاك على لاعب على فكره، لكن انا بتكلم معاك على قبل ما اخش على فتوح انا عايز ابدا من حاجه تانية مهمه، حراسه المرمى. يعني احنا طبعا حراس المرمى الافارقه موجودين في اكبر انديه العالم. بس احنا على فكره احنا محظوظين بحراس المرمى من ايام من 86 واحنا محظوظين لغايه السد العالي. انا مستغربه ان احنا كمصر عندنا اعظم حراس في تاريخ افريقيا، اعظم حراس. والحقيقه انه كابتن عصام الحضري يعني مع كل كوره بتتلعب تحس انه قدام خلاصه خبرته الحقيقه. أكيد. كله بص اقول لحضرتك حاجه، احنا من زمان من الخمسينات والستينات منتخب مصر احسن حارس في افريقيا غالبا في منتخب مصر. نجيب بس عشان الذاكره الناس مش تسعفها قوي، خلينا في القريب، كابتن ثابت البطل الله يرحمه اكرامي الكبير ربنا يديله الصحه، كابتن احمد شوبير، نادر السيد. يمكن نادر السيد خد تجارب احتراف، شريف اكرامي خد تجارب احتراف في فتره من الفترات في فاينل الهولندي. ونمشي بعد كده بقى عصام الحضري اسطوره، عصام الحضري عامل ارقام قياسيه خياليه سواء مستوى افريقيا وكمان كاس العالم. نكمل السلسله عندنا محمد الشناوي، ولما اتصاب طلعنا محمد ابو جبل، اثنين حراس اللي كان مفاجاه الحقيقه حراس افريقيا في الوقت الحالي. نيجي بقى نشوف المنتخبات الثانيه، طبعا يعني احنا بنحترم كل المنتخبات، ياسين بونو حارس المغرب وشبيلية الاسباني، اونانا كان في اياكس وراح انتر ميلان الايطالي، مندي تشيلسي الانجليزي احسن حارس في العالم. لا احنا حراسنا لا يقل عن هذول الحراس، احنا ليه من البدايه ليه ما نشوفش من دلوقتي نحاول ناسس بعدنا ثلاث او اربع حراس يخرجوا بدري شويه
عشان بعد كده نستفيد منه. انت بتتكلم مش بس على السن يعني؟ لا خلاص انا اشتناه بجبل صعب شويه يعني. بكلم بقى نتكلم محمد صبحي مثلا عنده 24 سنه بدايه من كده اعتقد هيفرق معانا جدا. مساله السن في المنتخب مساله نتوقف عندها لانه في لعيبه كتير من 20 ل 30 ودي حاجه مهمه جدا طبعا. وهم اكتشافات لكيروش كمان الراجل بقى له معانا 4 شهور ومهمته من ساعه ما جت مهمه مش سهله دخل بطوله العرب لسه كان بيجرب لسه بيشوف هيلعب ازاي من بطوله العرب على بطوله افريقيا ومع ذلك في اكتشافات هي تنسب لكيروش 100% محمد عبد المنعم هو جازف فتوح وغامر لاعب لعيبه في غير اماكنها وده كان بيسبب له انتقادات كبيره جدا خد انتقادات عنيفه مش كبيره انتقادات عنيفه الناس شككت انت مدرب ايه وبتعمل ايه واسمه لسه نتكلم من شويه على الموضوع ده يا جماعه نهدى مش كده نحاسب في اخر عندنا الراجل دلوقتي متعاقد لحد كاس العالم يعني يوصل ولا ما يوصلش نحاسبه وقتها ونشوف هل لو كان في مدرب تاني كنا نشوف محمد عبد المنعم يعني برضه عشان نتكلم كده بالعقلانيه والمنطق كنا نشوف واحد زي محمد عبد المنعم واحد ما كانش حد يعرفه عمر كمال مرموش عمر كمال عبد الواحد حد كان يتوقع لا عمر مرموش يعتبر هو اللي جابه من بره كانش حد اصلا ده كان خارج حسابات كل المدربين تقريبا ولا حد واخد باله منه وحسب معلوماتي ان هم متابعين لعيبه ثانيه كمان محترفين في اوروبا احنا ما نعرفش عنهم حاجه او احنا مش مسلطين عليهم الضوء مش مشهورين قوي بالنسبه لنا وانا برضو دي تجربه ثانيه مهمه يعني في المغرب والجزائر تحديدا عندهم لعيبه بره عندهم جنسيتين احنا ليه ما بندورش في الملف ده اللعيبه اللي اصولها مصريه او ليه والد مصري او امه مصريه وقاعدين في اوروبا وبيلعبوا في انديه احنا محتاجين بقوه نفتح الملف ده هنلاقي ملف انا مهم جدا الحقيقه لا يقل عن 20 ل 30 لاعب سنهم صغير ممكن نعمل منتخب مصري قوي جدا جدا الفتره الجايه هرجع لفتوح فتوح واحد من افضل لاعبي كاس امم افريقيا الحاليه يستحق الاحتراف الخارجي ما شاء الله عنده حاله من النضج الكروي العاليه جدا 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 قابل لعيبه يعني ظهراء الظهير الايمن في كل منتخب لعبه كان بيبقى واحد من النجوم طبعا كان ابرز مواجهه مع اشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان وكان ليه بالمرصاد الحقيقه يعني وقف قدامه فعلا كان واقف حائط صد قوي جدا جدا مع ان ناس كانت بتقول دايما فتوح بنقلق منه في موضوع الدفاع او الحته الدفاعيه اتطور بشكل كبير طب اتطور منه طبعا ودي هنا برضو تنسب لكروش الشبكه الدفاعيه القويه لمنتخب تطوير اللعيب ده مسؤوليه مين ما هو المدير الفني والجهاز الفني اللي معاهم معايا ده اللي بيشتغلوا يا جماعه احنا خدنا نهائي كاس افريقيا بدون المدرب الاساسي وبدون مساعده الاثنين قاعدين في المدرجات يعني برضو كانت ماساه من ضمن المآسي اللي عشناها في كاس الامم والحمد لله ان امبارح العقوبه اتخفضت بتاعت كيروش ويعني خلاص تم تخفيضها الماتش واحد وافتقدناه امبارح هيرجع بقى ان شاء الله في ماتش السنغال اللي جاي يكون موجود ففتوح واحد من اللعيبه الواعده واللي يستحقوا فعلا يحترفوا في الخارج اتمنى فتوح يعني يخرج بره احمد سيد زيزو لاعب مميز جدا 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 خساره ما يطلعش بره محمد عبد المنعم 22 سنه مدافع واعد اعتقد يستحق انه ممكن يحترف بره عمر كمال الونش الحقيقه اللي لاعب رغم اصابته يعني لا ونش راجل الونش يعني واحد من افضل مدافعي مصر اخر سنتين ثلاثه وما شاء الله عليه يعني لما بيمسك لاعب فعلا يعني صخر دفاع جديده من بعد يعني انا ما تخيلتش ان هو راسه كانت احنا كمشاهدين شايفين الدم وخايفين عليه خد 7 غرز وفضل يلعب ومكمل ولعب الماتش اللي بعد بدون تخاذل ولو حد خد باله القماشه اللي كانت محطوطه على دماغه اللي هي الرابطه القويه دي كان حتى واضح ان في نزيف يعني حتى بعد هو غامر وهو بيلعب شفناه احنا كمشاهدين في ماتش الكاميرون شفنا الروح هي دي الروح دي من المكتسبات اللي احنا عايزين نكمل عليها احنا فقدنا انا اراهن ان لو اي منتخب تعرض للي شايفه منتخب مصر كان من المستحيل يوصل للفاينل خلينا كمان ما ننساش حجازي اللي اصيب قطع في العضله الضمه الحقيقه يعني اصابه قويه جدا جدا اصابه قويه بالمناسبه ده هو مشي من المعسكر بامر من كيروش عشان يبقى فيه سرعه للعلاج عشان هو عايزه في ماتشين السنغال يبقى الراجل بيفكر لقدام في برضه نقطه مهمه احنا اتكلمنا عليها وطبعا قالها كابتن علي محمد علي فكره ان احنا ممكن عايزين لعيبه ثانيه تخش المنتخب عايزين نقول لو احنا بننتقد او بنقول اكيد ممكن بننصح ونقول كذا بس كيروش قال حاجه مهمه الناس مش عارف ليه بتنساها قال باب المنتخب مفتوح للجميع فكل لاعب موجود في الوقت الحالي سواء طارق حامد عشان عارف الناس كلها يعني تميل اكتر لتامر حامد وغيابه عن المنتخب واللي حصل لمحمد شريف وقفشه ولعيبه كتير كل لاعب يجتهد في الفتره الجايه بقدر الامكان واعتقد ان اي لاعب متميز هيخش المنتخب المدرب عايز يكسب يا جماعه هو المدرب عايز يخسر اكيد عايز يكسب فكل لاعب لكن هو عنده استراتيجي برده كان شغال بيها انا مش معترض وبيبنيها ومختلفه والراجل وصل بيها نهائي افريقيا يعني وعلى فكره ولما لعبنا في كاس العرب بيلعبها بودلة كلهم او لعبها اول مره نشوفهم خد الرابع ولما خسر من المنتخب القطري اللي بقاله 6 سنين مع نفس المدرب بيتم اعداده شاركوا في تصفيات كاس العالم في اوروبا في مجموعه البرتغال وصربيا شاركوا في كوبا امريكا كاس امريكا الجنوبيه
واخد ودي السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت على طول شاركوا في كاس الذهبيه اللي هي كاس امم امريكا الشماليه. يعني عملوا احتكاكات مع قاره امريكا الشماليه والجنوبيه واوروبا، منتخب قوي جدا جدا تم اعداده عشان لما كاس العالم يستضيفوه اخر السنه دي يكون منتخب قوي. شفنا منتخب مصر عمل مع ايه باللعيبه البودلة، كنا واقفين على جنان اخر لحظه بل كنا متفوقين وكدنا ان نفوز في المباراه في الوقت الاضافي، ودي كانت من مفاجات البطوله الحقيقه، انه مع كل اصابه ومع كل لعيب احنا معتمدين عليه بيخرج كنا بنبقى متخوفين، لان امام عاشور نزل عمل يعني شغل قوي مع انه مش بيلعب في مكانه. يمكن مراكز جديده، ما هو دي الفكره، انه إيه كانوا بيتكلموا على انه كيروش بيلعب اللعيبه في اماكن مش اماكنها، وما اخدش مثلا زي مثلا جمهور الاهلي ما كان دايما بيتكلم على قفشه مثلا، يمكن هو على طارق حامد، يمكن هو ما كانش مقتنع بمساله المركز رقم 10 في خطته. هو ليه طريقه معينه، خلينا برضو نقتنع انه نتكلم بالقناعه كده، كيروش عنده تكتيك معين بيلعبه، فهو عايز يجيب اللعيبه اللي بتخدم على الطريقه بتاعته. الطريقه بتاعته دي وصلنا بيها لنهائي كاس افريقيا. نخلينا معاه باقي ماتشين كمان. لكن عندنا مشكله في الهجوم، ويمكن كابتن علي قال لها ان احنا سجلنا 4 اهداف فقط خلال كاس افريقيا. لكن قبل ما نقول مشكله الهجوم، احنا عندنا مشكله في ضياع الفرص السهله. يعني احنا عندنا فرص كتيره سنحت لينا في كذا ماتش، ماتش الكاميرون على فكره سنحت لنا فرص جدا كتير جدا كبيره جدا. احنا كنا بنرجعه للاجهاد، ولا انت شايف له سبب تاني؟ وارد يكون جدا، وارد يكون اجهاد، ممكن عدم برده، ممكن تسرع اللعيبه برده غصب عنها. يا جماعه احنا بنعيش تجربه صعبه جدا في وقت قليل قوي. يعني اللعيبه دي راحت كاس عرب، وراها كاس افريقيا، بعدها تصفيات كاس العالم قبلها على طول. كتير كتير قوي بصراحه، دي كمان جه في وقت صعب جدا في اخر تصفيات كاس العالم، واحنا لو ناخد نفتكر كان موقفنا صعب. ماتشين ليبيا فرقوا معانا بالفوز ذهابا وايابا وحطونا على طول على التراك وفرقوا معانا فعلا بشكل كبير جدا جدا. وبعد كده طبعا ماتش الجابون، فاز على الجابون، وعلى فكره الجابون منتخب قوي جدا، شفناه في كاس افريقيا منتخب متماسك جدا، احنا كسبناه بسهوله في القاهره. فلا الراجل بيعمل شغل، دي شغل مختلف. طب احنا عندنا مشكله في الهجوم، ولا هي طريقه كيروش طريقه دفاعيه وفي منتخبات كبيره بتلعب بالطريقه دي؟ لا ما اعتقدش وبتسدد. ما اعتقدش ان الطريقه الدفاعيه، بدليل ان احنا ماتش المغرب هو بدا بتحفظ بيبدا بتحفظ في كذا مباراه، ده كان واضح، وده انا عذره فيه، لان طبعا فرق الخبرات كبير قوي قوي بين لعيبه بتلعب لسه عندها ماتشين وثلاثه دوليين، بيلعب لعيبه عندها 60 و70 مباراه دوليه، فكان طبيعي يبقى في تحفظ شويه. لكن على مدار المباريات كوت ديفوار، المغرب، الكاميرون، السنغال، كنا بنبدا بتحفظ وبعد كده بنبدا نخش بنشوف شغل هجومي. واعتقد السيناريو حصل في الاربع ماتشات، احنا ماتش المغرب كسبنا 2-1 وكان ممكن النتيجه توصل 4-1 او على الاقل 3-1. هل كيروش كان قاصد ان احنا في المباريات اللي فاتت دي كلها نوصل لضربات الترجيح؟ اكيد لا، هو عايز يكسب خلال المباراه، بالدليل ان تبديلاته غالبا بتكون هجوميه. يعني زي تبديل شريف واللي الناس اتكلمت عليه، طب نزلته ليه؟ ما هو احنا ما كناش بنلعب على اننا نوصل لضربات الجزاء. ده اقول لحضرتك حاجه بقى، دي بقى نقطه مهمه قوي. هو محمد شريف لو نفتكر كان اضاع ركله جزاء قبل كده مع منتخب مصر في مباراه قطر، فهو ممكن يكون خايف ان هو يخش تاني تحت هذا الضغط ونوصل لبعد ممكن مش هيحطه اول خمسه، يوصل للضربه السابعه الثامنه وهو يخش يضيعها، فالموضوع يبقى صعب شويه. طب ليه نزل شريف وليه طلعه؟ نتكلم بالمنطق، هو نزله عايز يكسب. ما دي بقى النقطه اللي بنتكلم فيها، هو منزله عشان عاوز يكسب، انا منزل مهاجم يحاول يخطف هدف وخلص المباراه، لكن ده ما حصلش. يعني فده الاجأ للحل الثاني، انزل لاعب متميز في ركلات الترجيح، نزل زيزو وفعلا دخل وشاط اول ركله وجابها. فممكن يكون لي وجهه نظر فنيه، برضو احنا محتاجين دايما نحترم وجهه نظر الجهاز الفني. اكيد عندهم حاجات كتير هم شايفينها فيها مشاكل وعايزه تتعدل، اكيد عندنا دلوقتي ازمه في المكان حتى وان اخطا أيمن. يعني حتى وان اخطا، يعني مساله ممكن ناس كتير بتتحدث عن مساله انه ده ظلم لمحمد شريف وانه ما لحقش يعمل حاجه وثلاث دقائق ما لحقش يعمل فيهم حاجه. 12 دقيقه بالظبط نزلوا 12 دقيقه بالظبط. ف يعني حتى وان اخطا الجهاز الفني، شغل المدرب هو اجتهاد، بيجتهد وقد يصيب وقد يخطئ، يعني هو بيجتهد ده. وعلى فكره ده كل المدربين في العالم كده. يعني موسيماني لما جه لعب ماتش اول امبارح مع مونتري المكسيكي وما عندوش لعيبه وكان بدا وحافظ على طريقه 3-4-3 ويجيب محمد مغربي لاعب من الصغيرين عنده 21 سنه ينزله في ماتش زي ده، هل ده هنقول بقى ده بيألف؟ لا، الراجل مغربي عمل اداء قوي جدا حلو. بعدها اول تغيير عمل ايه؟ هو ما عندوش دك، طلع محمد مغربي اتصاب، لاعب مجهد مش قادر، عنده جهاد في العضله، اما طلعه مش هيغامر بيه عشان الاصابه ما تطورش وما عندوش لعيبه اصلا. رجع محمد هاني من وسط الملعب خلاه مساك ونزل كريم فؤاد في اليمين، هل محمد هاني مساك؟ لا، محمد هاني اصلا باك يمين او ظهير ايمن، هو اللي سجل هدف الفوز. انت هنا بتعمل اسقاط على مساله انه عادي ان اللعيبه تلعب في غير اماكنها. المدرب بيجتهد وبيحاول يجهز اللعيبه في كذا مكان، يعني اكيد امام عاشور هو مدربه ومعرفه او عارف ان هو ممكن يلعب في المركز ده او ممكن في خلال التدريبات يدربه في المركز ده. احنا عمر كمان عبد الواحد وهرجع له، وده لاعب مهم جدا جدا، واتمنى النهارده ان هو برده من اللي يخرجوا بره الاحتراف.
عمر اصلا احنا متعودين عليه جناح يمين او مهاجم تاني. غيابه اثر فينا امبارح؟ اكيد اثر، لان خلاص رجليه في البطوله، اي لاعب رجليه في البطوله هتفرق كتير. عمر كمال عنده امكانيات هجوميه كبيره جدا جدا، انا ما اقدرش برده الوم امام عاشور امبارح ما اداش دور هجوم قوي. اولا قدام جبهه يسرى قويه جدا جدا للمنتخب السنغالي، يكفي ان فيها ساديو ماني وقدر ان هو يمكن يشل حركته تماما في 120 دقيقه. احنا فين ساديو ماني امبارح؟ ما شفناهوش تقريبا غير في الركله اللي ضيعها والركله اللي جابها في الاخر. غير كده احنا ما شفناهوش غير في لقطه خد فيها انذار بسبب امام عاشور برده. طيب نستعد ازاي لمباراه السنغال الجايه؟ يعني عندنا ذهاب واياب، الذهاب عندنا الاياب عندهم، نستعد ازاي لهذه المباراه؟ ايه اللي احنا محتاجينه؟ طيب انا برضو بقى النقطه دي بقى مهمه جدا جدا، لان بسمع كلام كتير. يعني انا برضو عايزين لما نيجي نتكلم بالمنطق، اجي الاقي اقول ايه؟ ما اعرفش هي اجتهادات ولا تسريبات ولا موضوع ماشي ازاي من غير ما تقول اكيد اجتهادات. استحد الكره ايه؟ هيجتمع مع كيروش، طبيعي هيجتمع كيروش ويقدم تقرير. ده طبيعي على فكره، بالمناسبه هيقدم تقرير ريبورت، يكتب عملنا كذا، تعرضنا لكذا، في الايجابيات كذا، السلبيات كذا، محتاجين نعمل 1 2 3 الفتره الجايه. اجي الاقي ايه؟ تحضير لتجهيز مباراتين من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل ماتشين السنغال. امتى يا جماعه؟ يعني هنلعب ماتشين امتى؟ انا لسه بقول احنا داخلين على مطحنه كرويه لكل الانديه في العالم، يعني مش على فكره مش مصر بس. يعني جدول الدوري نزل بالمناسبه الماتشات اللي جاي، وفي دوري ابطال افريقيا ده يوم الجمعه الجايه، الجمعه الجايه دوري ابطال افريقيا، جمعه وسبت الحد الكونفدراليه، عندنا اربع فرق، اهلي وزمالك في دوري الابطال، مصر وبيراميدز في الكونفدراليه، اربع فرق بيلعبوا جمعه وسبت وحد، وهيرجعوا من افريقيا يلعبوا يوم الثلاث ويلعبوا الجمعه وسبت اللي بعدهم بشكل مكثف. يبقى احنا بنتكلم ما نضحكش على الناس. اولا انت الدوري من الصعب بل من المستحيل انك تاجل ماتشات، لان احنا اصلا متاخرين ولسه الدور الاول هيخلص يمكن في مايو، الله اعلم الموسم ده هينتهي امتى اصلا احنا شغالين فيه. الحاجه الثانيه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه ما فيش تاجيل لاي مباراه تحت اي وضع من الاوضاع، هم بس اجلوا ماتش الاهلي الاولاني لان الاهلي مكمل في كاس العالم. ده بدنيا اصلا غلط على اللعيبه. انا النهارده لو بتكلم عن اللعيبه ده كله اكيد هيحصل له اصابات، لان بدنيا لو بيتمرن ده 1 2 3 يعني. نتكلم بالمنطق بقى، يبقى نتكلم بالمنطق، محدش يجي يقول لي في مباراه وديه قويه لمنتخب مصر بيتم الاعداد ليها، هنلعب امتى ومع مين؟ يعني انت هتلعب حد بره الاجنده الدوليه ده اولا، فمحدش هيجي لك قوي، ده رقم واحد. ثانيا مفيش وقت، يعني انديه الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري عندهم ماتشات في الفتره من 18 الى 20 مارس. يبقى انت هتلعب امتى؟ يعني هم دول الانديه اللي فيها اللعيبه معظمها لعيبه منتخب مصر، والمحترفين مستحيل يجوا لك قبل ساعه من بدايه التوقف الدولي، يبقى هنلعب امتى؟ يبقى بلاش نقول كلام مش هيحصل، يعني فكره ان يقول لك ايه في ماتش قوي منتخب مصر وماتش ود قوي، مع مين؟ ومين اللي هيلعب؟ لكن خلينا نقول ان الناس بقت بتسمع للمنابر الرياضيه الاعلاميه طبعا الصحيحه، واللي كمان هي بتعكس نفس الروح اللي موجوده في الشارع بشفافيه أكيد. كبيره يعني كفايه امبارح اللي حصل، تشجع منتخب مصر او شكرا منتخب مصر على طول طلع ترند في ثواني رقم واحد في مصر، حاجه عظيمه جدا من الجماهير المصريه، وعندها وعي كبير جدا جدا الفتره الجايه. اللي اتمناه لما كيروش يعمل اجتماع مع اتحاد الكوره يبقى في اجتماع تاني ومهم ومصيري مع مدربي الاهلي والزمالك والمصري وبيراميدز وفيوتشر وامبي واي نادي فيه لعيبه بتروح منتخب مصر، يعملوا اجتماع بين المدربين في الانديه دي مع كيروش. هو ده بقى الاجتماع اللي مستنيه والمهم. يا جماعه في مصلحه منتخب مصر مهمه جدا جدا لينا كلنا والانديه، احنا اكيد الاهلي عاوز يكسب افريقيا تاني، الزمالك عاوز يكسبها بعد غياب 20 سنه، بيراميدز عاوز يحقق اول لقب افريقي ليه في تاريخه، المصري هو كمان من حقه ان هو عاوز ينافس وجايب مدرب تونسي عشان المنافسه، دي طموحات مشروعه ما حدش يقدر يغفلها. لا كلنا عندنا طموحات سواء على المستوى المحلي او كمان على يبقى نجيب المدربين دول الاقليمي والعالمي، يعني نجيب مدربين دول. خلي بالكم يا جماعه اللاعب ده عنده اجهاد، اللاعب ده عنده كذا، معلش يعني ايه عايزين ايه نعمل نقعد مع بعض قاعده نتفق ازاي يبقى في حمل بدني واتفاق بين الانديه وبين كيروش وجهاز الفني منتخب مصر، عشان خاطر الفتره الجايه مهمه جدا جدا، عشان يبقى في مصلحه منتخب مصر ما يحصلش في ضرر ليه ولا الانديه تتضرر، ويبقى في الاخر ان شاء الله ربنا يكرم الاهلي في كاس الانديه في كرة القدم والزمالك كمان في كرة السلة، والاثنين يعني يعملوا أداء مبهر ويعملوا نتائج تزود من نقول ايه قيمة الكرة المصرية عامة. صحيح البناء على المسابق ده شيء مهم جدا 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 جدا، والحفاظ على المكتسبات اللي احنا طلعنا بيها من بطولة افريقيا اعتقد ده مهم. وزي ما قلنا زي ما في اجتماع اتحاد الكورة مع كيروش، اتمنى يبقى فيهم اجتماع بين كيروش ومدربين الاندية، او حتى يبقى في تواصل واتصالات، عشان الفترة الجاية مهمة يبقى فيها مراعاة لمصلحة الاندية اللي بتمثل مصر تحديدا، لان هم برضو بيمثلوا مصر، ومراعاه للعيبه بعد كل طبعا ما هو اللاعب هو الاساس. احنا عايزين ليه يجتمعوا؟ عشان تحضير اللعيبه دي بشكل معين، عشان لما يجي 24 مارس الاقي نفسي جاهزين باذن الله. جاهزين. ورساله ثانيه لكل لعيبه مصر،
كل سواء طارق حامد في الزمالك او قفشه او اي لاعب تاني، كل لاعب يجتهد. ادينا شفنا محمد عبد المنعم، شفنا عمر كمال عبد الواحد، شفنا احمد فتوح. فتوح طبعا كان موجود من قبل كده، لكن وصل بادائه وعلي بشكل خلاص حط رجله، الناس بقت عارفه فتوح في التشكيل الاساسي من قبل ما كيروش يقول. شفنا نماذج وامثله كتيره جدا جدا، حتى مروان حمدي كله يجتهد. ليه لا تكون انت واحد من اللعيبه؟ الفرصه متاحه وموجوده، الباب مفتوح للكل، عشان برضو نقفل حته اصله مش عارف بيحب فلان وما بيحبش فلان. واحنا اكيد عايزين نشوف تاني طارق حامد، واكيد عايزين نشوف تاني أكيد. محمد مجدي قفشه، لانه امتعونا في الحقيقه قبل كده. يعني كل الشكر ليك على وجودك معانا، وعلى طبعا تفصيلك لكل نقطه حصلت امبارح في المباراه. ناقد الرياضي عثمان ابراهيم، كل الشكر ليك. شكرا ليك. شكرا عثمان، نورتنا في صباح الخير يا مصر. وطبعا الشكر موصول لمنتخب الرجاله، المنتخب الوطني المصري، شرفتونا ورفعتوا رفعتوا راسنا، وانتم فخر لينا كلنا مصريين. بنشكركم على الأداء القوي الرائع، وفي انتظار وصولكم أرض الوطن بألف سلامة. دلوقتي مشاهدينا خلينا ناخد حضراتكم ونروح فاصل، ونرجع من بعد ونكمل فقرات صباح الخير يا مصر. خليكم دايما مستنيين. اهلا بحضراتكم مره تانية. يعني خلونا نتكلم عن كمان الحاجات الايجابيه جدا اللي شفناها في الفترات الاخيره، وهي الجامعات الاهليه، اللي هي في الحقيقه تجربه مهمه جدا، لانها بتوفر فرصه تعليم بمستوى في الحقيقه دولي، وبيكون في شراكات عالميه مع كبرى الجامعات الدوليه. واحنا كنا اتكلمنا في صباح الخير يا مصر عن الجامعات الاهليه بالتفصيل، لكن خلونا نعرف بقى الجديد عنها اكتر من الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعه المنصوره الجديده. صباح الخير على حضرتك ومنورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم استاذ بسنت والاستاذ هدير، وصباح الخير على كل مصر، واهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء مع جامعه المنصوره الجديده. اهلا بحضرتك. يعني كلمنا عن الشراكات ما بين الجامعات يمكن الدوليه والجامعات الاهليه، وحابين نعرف اهميه هذه الشراكات ونقل يمكن الخبرات كمان. تمام. هو حضرتك خليني بس قبل الشراكات، لان الشراكات دي بتبقى محصله حاجات كتير قوي، ان الجامعه يكون لها اسم ويكون لها سمعه، وتكون بتشتغل باليات منضبطه واليات محدده ومعروفه وفيها شرفيه وفيها من الامكانات ما يؤهلها لعمل هذه الشراكه. يعني خلينا نقول ان عشان الجامعه تدخل في شراكه مع اي جامعه من الجامعات الدوليه عشان تمنح درجتها في جامعه المنصوره الجديده، لان الشراكه يعني اللي احنا بنسعى اليها دايما ان احنا نعمل حاجه بنسميها الدول ديجري. الدول ديجري يعني الطالب يحصل على درجه البكالوريوس او الليسانس من جامعه المنصوره الجديده، وفي نفس التوقيت يحصل على درجه البكالوريوس او الليسانس من الجامعه اللي احنا عاملين معاها شراكه. الحقيقه كل الجامعات الاهليه ومنها جامعه المنصوره الجديده سعت في هذا الاتجاه، وتقريبا احنا في سبيل الانتهاء من شراكه كبيره جدا جدا في معظم برامج جامعه المنصوره الجديده مع احدى الجامعات البريطانيه. طبعا الشراكه بتبدا، احنا عندنا السنه الاولى في معظم البرامج في جامعه المنصوره الجديده بنسميها الفاونديشن يير، او زي السنه التمهيديه اللي الطالب بياخد فيها اسس التخصص اللي هو ملتحق بيه. الشراكه بتبدا من السنه التاليه، لان وفقا لاتفاقيات بولونيا والانظمه المعمول بها في العالم، معظم الدرجات العلميه اللي بتمنحها الجامعات العالميه يمكن تكون عدد الساعات اللازمه لمنح هذه الدرجه اقل من عندنا شويه. فالسنه الفاونديشن يير او سنه التمهيد او الاعداد دي بياخد فيها الطالب الاسس اللي احنا بنتكلم عليها، ويلتحق في السنه التاليه ان شاء الله في هذه الشراكات اللي احنا بنجهز ان احنا نمنح درجه مشتركة مع إحدى كبرى الجامعات البريطانية. احنا تقريبا في طور الاتفاق النهائي، احنا وقعنا حاجة زي الميموراندم اوف اندرستاندينج او خطاب حسن النوايا، لكن إن شاء الله الاتفاقية بشكلها النهائي جاهزة على التوقيع في غضون أسابيع قليلة إن شاء الله. دكتور، عايز أسأل حضرتك عن سوق العمل، وإزاي الجامعات الأهلية الجديدة بتتسق مع سوق العمل سواء محليا أو إقليميا أو دوليا، واللي موجود في الجامعات الأهلية دي هيستفيد ازاي من ده؟ هو الحقيقة اصلا فكرة الجامعات الأهلية كانت مبادرة رئيسية، والمبادرة ديت لما طرحت عشان تتعمل جامعات من جامعات الجيل الرابع كان سبقها دراسات عديدة جدا ومستفيضة حول فرص العمل. وفرص العمل اللي احنا بنتكلمها او سوق العمل ليس المعني به سوق العمل في مصر، ولكن سوق العمل زي ما قلنا في شمال أفريقيا وفي المحيط العربي في الشرق الأوسط وفي العالم بشكل كامل. الحقيقة البرامج اللي انشئت الجامعات واسست عليها هي برامج فعلا تتفق مع احتياجات سوق العمل في الكومبوننتس اللي قلت عليها. يعني احنا بنتكلم على المستوى المحلي، المستوى الاقليمي، المستوى الدولي، لكن عندنا تارجت اساسي كمان مش بس سوق العمل،
لان سوق العمل ده دايناميك وبيقدر يتغير كل شويه. التارجت الاساسي بتاعنا ان الطالب بيتعلم بشكل مختلف يؤهله ان هو يطور نفسه ويعلم نفسه مدى الحياه عشان يتواكب مع اي مستجدات تطرق على سوق العمل. فالحقيقه الجامعه بتجهيزاتها بالبرامج طيب النوعيه المختلفه. دكتور معوض، مساله التعليم بشكل مختلف هنا نتوقف عند الكوادر اللي بتعلم بقى، يعني هل بيتم طبعا اختبارهم بطريقه ما علشان يتواجدوا هذه الكوادر داخل الجامعات الاهليه؟ طبعا طبعا احنا عندنا اجراءات صارمه جدا في اختيار اعضاء التدريس واختيار الجهاز الاداري وحتى في اختيار الطلاب. احنا الجامعات الاهليه الجامعات الوحيده في مصر اللي بتعمل اختبار قبول، والاختبار القبول شفاف، واختبار قبول بيقيس مهارات الطالب في المجال اللي هو بيود الالتحاق فيه عشان نضمن له الاستمرار في والتحقيق نجاح بشكل معقول في هذا البرنامج، وان يكون مؤهلاته وكفاءاته الشخصيه تتفق مع البرنامج اللي اختاره. فبنعمل اختبارات قطعيه للكلام ده، يعني احنا بنختار الطالب بشكل مختلف، بنختار عضو الجهاز الاداري بشكل مختلف، بنختار حتى القيادات بشكل مختلف، وكل ده من خلال اجراءات شديده الوضوح. واللي عندنا كمان نظام تقييم مستمر، يعني عضو هيئه التدريس او عضو الجهاز الاداري اللي ما بيشتغلش بالكفاءه المطلوبه او يتسق مع الانظمه المعموله ويفعلها ويعظم الاستفاده منها، الجامعه بتستغنى عنه. احنا ما عندناش لا موظف ولا عضو هيئه التدريس ولا حد مدى الحياه، لا عندنا مرهون استمراره في الجامعه بكفاءته اللي بتقاس كل شويه وفقا لاليات عديده ومتعدده. خلينا نتكلم عن سوق العمل مره ثانيه، بس خلينا نتكلم عن الطلبه بقى. وفي الحقيقه خليني في الاول اشيد بالحاجات اللي احنا شايفينها على الشاشه دلوقتي من معامل، من لكتشر هولز او المكان اللي بيقام فيه المحاضرات. وفي الحقيقه الجامعات الاهليه فيها كليات جديده بتواكب ما يحتاجه سوق العمل، بنتكلم عن الزراعات الصحراويه، العلوم الاساسيه، الصناعات التكنولوجيه، هذه الكليات. فحضرتك حابه اتكلم عن الكليات الجديده الموجوده في الجامعه عند حضرتك. حد حضرتك على سبيل المثال، احنا عندنا في جامعه المنصوره الجديده كليه الهندسه للمنسوجات، ودي الكليه الوحيده والفريده والمتفرده يمكن تكون في منطقه الشرق الاوسط، ودي هتعمل نقله كبيره في صناعه المنسوجات والموضه وتسويق المنتجات بهذا الشكل. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، احنا عندنا كليه العلوم الحاسب وكليه الهندسه الحاسب. في علوم هندسه الحاسب لدينا برامج مختلفه تماما عن اللي بنسمع عنها، يعني عندنا هندسه ذكاء اصطناعي وعلوم ذكاء اصطناعي، عندنا ده يمكن الكليه دي من اهم، او الذكاء الاصطناعي هو من اهم يعني القطاعات اللي بيهتم بيها العالم دلوقتي. الحقيقه في ظل الثوره الرقميه والتكنولوجيه والتحول الرقمي بتصبح هذه التخصصات ذات اهميه شديده، والدوله بكاملها الدوله المصريه بتتحول رقميا وانجزنا فيها انجازات عديده جدا. فاحنا محتاجين في فتره قصيره جدا يكون عندنا المؤهلين اللي يتعاملوا مع هذه الانظمه اللي هي اصلا انظمه ذكيه، اللي هي انظمه من نوع مختلف. يعني احنا دلوقتي بنتوسع بشكل كبير جدا في المتخصصين في مجال الانترنت الاشياء والسايبر سيكيورتي والامبيدد سيستم او الانظمه المضمنه والكلاود كومبيوتنج، يعني كل هذه الامور هي سوق العمل محتاجها على المستوى العالمي والمستوى الوطني والمستوى القومي. فاحنا مفردين لها تخصصات عديده ومتعدده. احنا كمان شايفين على الشاشه دلوقتي ملاعب يعني فولي وتنس وسباحه، هي حبابات سباحه. الحقيقه ما قداميش شاشه، لكن الجامعات الاهليه ممكن حضرتك تعرضي اي جامعه اهليه سواء جامعه الجلاله او جامعه المنصوره او جامعه العالمين الدوليه او جامعه المنصوره الجديده، احنا منظومه واحده بتجهيزات واحده. ودي كان بقول لحضرتك مبادره رئاسيه السيد الرئيس في احد مؤتمرات الشباب، قال هيكون عندنا نوع من التعليم الجديد والعالمي. هذا النوع من التعليم الدوله بذلت فيه كل جهدها عشان تطلع الاربع جامعات اللي قلت لحضرتك عليهم، وسينشا في الايام القليله القادمه او في السنوات القليله القادمه جامعات اهليه اخرى برعاية من الدولة وتمويل كبير من الدولة عشان توسع مجال الفرص المتاحة أمام أبنائنا. وهذه الجامعات ستخرج من عباءة أو من رحم الجامعات الحكومية المصرية. وكمان عاوز أكد أن هذا التوجه منسحب كمان على الجامعات الحكومية. الجامعات الحكومية تشهد ثورة في التطوير والتحديث في كل منشآتها وفي كل بنيتها وفي كل برامجها، بحيث يكون هذا التعليم متوفر بأكثر من شكل ومتاح لكل المصريين سواء القادر أو غير قادر. يعني ربما تكون الجامعات المصرية الأهلية لها رسوم، لكن على نفس المستوى من التطوير والتحديث والبرامج الحديثة دلوقتي موجود في كل الجامعات المصرية. دكتور معوض، نقدر نقول أنه في اتجاه من الدولة المصرية لمسألة التوافق مع النظم التعليمية العالمية؟ بالتأكيد حضرتك النهاردة الدولة المصرية
بتستثمر بشكل كبير جدا جدا في صناعة الإنسان المختلف القادر على التعامل مع كل المستجدات الحديثة والقادر على المنافسة في سوق العمل الدولي. يعني احنا ان شاء الله في فترة وجيزة جدا جدا هيكون نتاج هذا التطور الهائل سواء في الجامعات الأهلية او الجامعات الحكومية او الجامعات التكنولوجية او الأنماط المختلفة من التعليم اللي بتشهد طفرة لم تشهدها البلاد في طيلة السنوات اللي سبقت كلها. يعني في آخر 5 سنوات حجم الإنجاز اللي تم في صناعة الإنسان والاستثمار في الإنسان في التعليم على المستوى التعليم الحكومي المجاني والتعليم الأهلي والتعليم الخاص غير مسبوق، والنوعية بتاعة التعليم غير مسبوقة والبرامج غير مسبوقة، وده يشي أو يؤشر إلى وجود فرص حقيقية لأبنائنا الخريجين في السنوات القليلة القادمة إن شاء الله. صحيح دكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم. طبعا زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم ان النهارده معرض القاهره الدولي للكتاب هيختتم فعاليات دورته ال 53، والحقيقه انه المعرض السنه دي قدر انه يتخطى التوقعات في الاقبال الجماهيري رغم الطقس السيء والامطار. خلينا نتكلم عن حصاد المعرض السنه دي. معنا على التليفون الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئه الكتاب. صباح الخير عليك يا دكتور، وكيف تقيم هذه الدوره من معرض الكتاب ومكتسبات هذه الدوره ايضا؟ صباح الخير عليكم وكل سنه وانتم طيبين. الحقيقه ان الدوره دي كانت بسبب الحضور الجماهيري فوق كل التوقعات. المعرض مش ممكن يكون مكتمل الاركان الا بالاقبال الجماهيري اللي الحقيقه بقى جمهور نوعي جدا، رغم انه من كل اطياف الشعب المصري وكل الاعمار، غير انه الحقيقه بيأكد انه الشعب المصري مهتم جدا بالثقافه وبالقراءه ايضا. المعرض السنه دي يعني الحقيقه قارب على كسر حاجز 2 مليون زائر رغم كل الظروف اللي حضرتك اشرتي اليها. كمان قدر انه يحط نفسه على خريطه المعارض الرقميه الدوليه عن طريق المنصه الالكترونيه اللي بتتطور معانا كل سنه، واللي بتقدم خدمة البيع أونلاين للكتب يعني مستمرة طول العام. المعرض الرقمي ده مستمر معانا إن شاء الله طول العام لتقديم خدمة الفعاليات وعرض الكتب للبيع أونلاين. أهم مكتسبات الدورة دي أيضا هي وجود معرض كتاب للطفل مستقل، وده إن شاء الله تمهيدا لاستقلاله استقلال كامل، يعني يبقى معرض القاهرة الدولي لكتاب الطفل في موعد آخر. دكتور هيثم، حضرتك تقصد انه المعرض الطفل اللي حصل في معرض الكتاب في الدورة 53 ممكن يكون بداية لمعرض خاص للأطفال؟ هو الحقيقة انه بالفعل استقلاله في جناح خاص ده كان بمثابة التجربة او التست للفكرة، اللي اظن انه يعني هيبقى من المناسب دلوقتي ان احنا نطورها انه يبقى عندنا معرض خاص لكتاب الطفل في موعد مستقل غالبا يبقى في اواخر الصيف. كمان عندنا مكتسب مهم جدا هو البرنامج المهني اللي بنعتبره اضافه حقيقيه ونقله نوعيه في تاريخ معرض القاهره الدولي للكتاب، بيحوله ضمن معارض العالم من مجرد سوق كتب الى معرض كتاب بيدعم صناعه النشر ويطورها ويشارك الناشرين في وضع منهجية لتطوير هذه الصناعة. طيب يعني عايزين نعرف بقى يا فندم عن أهم الكتب اللي كان عليها الإقبال في معرض الكتاب في هذه الدورة. الحقيقة اللي أقدر أقوله أنه بالنسبة لهيئة الكتاب كتب الأطفال كانت بتمثل جزء مهم جدا من المبيعات أو من الكتب اللي توزعت، يعني نقدر نقول أنها مثلت أكثر من 40% من الكتب اللي أقبل عليها جمهور القراء. لكن عندنا مجموعة كتب تاريخية كان عليها إقبال كبير جدا في بالكتب الكبيرة، يعني اللي هي بتلاقي إقبال من الشباب وكبار القراء. يعني مثلا كان عندنا موسوعة المضللون الدكتور محمد الباز، كان عندنا سلسلة تاريخ المصريين، سلسلة مصريات اللي هي بتعرض لي التاريخ المصري بكافة أنواعه بشكل ما. يمكن دول من أهم الكتب اللي كان عليها إقبال. كمان كان في كتاب تاريخ الدوري المصري
مؤمن محمدي، دول يمكن اهم العناوين اللي كان عليهم اقبال كبير في المعرض، بالاضافه للكتب اللي فعليا عليها اقبال مستمر زي موسوعه كريم حسن وموسوعه وصف مصر. دكتور هيثم، طب كمان عايز اسال حضرتك، كان في اجنحه جديده في المعرض السنه دي، بنتكلم عن جناح هيئه الرقابه الاداريه، بنتكلم عن مدينه الفنون والثقافه، ايضا كان هناك جناح القوات المسلحه والازهر الشريف، الاجنحه الجديده والقديمه، يعني كيف اثرت على وعي الزائر لمعرض الكتاب؟ هو الحقيقه على الرغم من انه الجناحين اللي حضرتك اشرت ليهم هم الجناحين الجداد من ضمن اجنحه المؤسسات المصريه، جناح هيئه الرقابه الاداريه وجناح مدينه الثقافه والفنون، غير انه كان عليهم اقبال كبير جدا من الناس، والحقيقه انه اعضاء الاجنحه دي كانوا بيشاركوا بشرح مستفيض، يعني نقدر نقول بالفعل انه دي كانت نقطه مضافه معرفيه بالنسبه لجمهور المعرض اللي كان حريص انه يقضي وقت داخل الجناحين دول، خصوصا وانهم الحقيقه كانوا معمولين بشكل راقي جدا وعلى مستوى عالي. يعني في الحقيقه المعرض من اهم يمكن الفعاليات اللي بتقام في مصر، و يعني الاهتمام بالنشء كمان هو حاجه مهمه جدا، فمعرض الطفل ده من اهم الفعاليات اللي احنا شفناها السنه دي، وبنتمنى يكون في معرض للطفل، يمكن في كتب كتيره قوي لقت او شهدت اقبال كبير جدا، واحنا استضفنا هنا حتى عندنا في صباح الخير يا مصر كتب كان عليها اقبال كتيره جدا وناجحه جدا، وبتمثل في الحقيقه طفره حتى في تعليم الطفل الاحداث اللي بتحصل في البلد بطريقه يمكن مبسطه. كل الشكر على المجهود الكبير اللي بتقوموا بيه الدكتور هيثم الحاج رئيس هيئه الكتاب، وبنتمنى لكم مزيد من التوفيق، وبنتمنى ان احنا كمان نشوف يمكن دورات اكتر على مدار السنه لمعرض الكتاب، لانه من اهم الفعاليات زي ما قلت لحضراتكم. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. هدير، مبسوطه ان انا كنت معاكي النهارده. اكيد يا بسنت، ودينا كمان كانت معانا على مدار ال3 ساعات، ويعني كنا موجودين النهارده مع حضراتكم في متابعه لكل ما يحدث من اخبار. دايما ربنا يصبحكم بالصحه والسعاده والرضا، وبكره حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد.